ممكن اللينك برضه. قولوا لي لما نبقى جاهزين. تمام يا باشمهندس، احنا لايف دلوقتي. قولوا لي لما نبقى جاهزين. طيب عظيم جدا. تمام، بعته لحضرتك. اشكرك. طيب مساء الخير يا جماعه، اشكركم طبعا على الدعوه ان انا جوين معاكم وندردش مع بعض شويه. سيشن كده شيماء اختارت لنا انها تكون اسمها تريندي اي او تي تكنولوجيز، وطبعا ده خلاني ابتدي اشوف هنتكلم فيها في ايه. فهنتكلم فيها في الموست فيموس توبكس وايشوز في الاي او تي، والموست ريسنت برضو توبكس في الاي او تي. انا اسمي باسم بشرى، و انا السي او لشركه سباين سينس لابس. هديكم فكره عنها سريعه. واهم برودكت عندنا في سباين سينس لابس هو ماستر اوف سينس، وده اي او تي ابلكيشن انيبلمنت بلاتفورم. اللي فينا لسه مش عارف هو ايه الاي او تي ابلكيشن انيبلمنت بلاتفورم، برضه هنتكلم عنه سريعا. لكن هنبقى مش بنتكلم في السيشن دي بس عن اخبار او توبكس وخلاص، لا هنشوف بقى تكنيكالي هي الحاجات دي ليه مهمه، ليه الاخبار دي ليه مهمه او التوبكس دي ليه مهمه، سواء الفيموس او الريسنت، وتكنيكالي واتس بيهايند ات يعني. طيب سريعا اديكم فكره عن مين هي سباين سينس لابس. سباين سينس لابس شركه مساهمه مصريه أنشأناها في آخر 2013. أوفيشلي شركة مساهمة مصرية من يناير 2014، خلاص. وده ليه سبب إن الموضوع يعني أخد 3 شهور تو ريجستر الكومباني دي. ليه؟ لأن إحنا قلنا في البيبرز بتاعت الريجستريشنز لازم وأنت بتريجستر الشركة الشركات المساهمة في هيئة الاستثمار تكتب هي نشاط الشركة هيكون ايه. فاحنا نشاط الشركة دي قلنا ان ده هذه شركة هتشتغل في الانترنت اوف ثينجز وتطبيقاتها، خلاص. طبعا الكلام ده في سبتمبر 2013، في الوقت ده ما كانش حد عارف هي ايه الانترنت اوف ثينجز. الريجستريشن بروسيس بتتطلب ابروفلز من الجهات المختلفة في الدولة اللي يخصها النشاط ده. فطبعا انت بقى لما تقول شركه بتشتغل في الانترنت اوف ثينجز وتطبيقاتها في اخر 2013، طب ايه بقى الجهات اللي في الدوله اللي يخصها الموضوع ده، اللي ليها علاقه بالموضوع ده عشان توافق؟ ما حدش عارف ده ايه. فده معناه انك تاخد بقى ابروفلز من كل الجهات اللي في الدوله يعني. فتعدي بقى على المؤسسه العسكريه، وتعدي على الاذاعه والتلفزيون، وتعدي على ان تي ار ايه، وتعدي على اي حد بيتكلم في اي حاجه يعني، لان مش عارفين ده ايه يعني. طبعا اللي انت بتملى لهم الفورمز دي مهما مش ممكن هتقدر تفهمهم ده ايه في الوقت ده يعني. فالحكايه دي خدت اسرع ما يمكن من انك تاخد ابروفلز من كل الجهات دي، كان 3 شهور. دي حاجه يعني تعتبر اعجاز عمله مكتب المحاسبة القانوني اللي بنتعامل معاه، مكتب الأستاذ جرس ياني، من خبرته الطويلة يعني في إنشاء الشركات. خد 3 شهور وقال انتوا عذبتوني يعني، لأن أنا لففتوني على كل المؤسسات. طيب مرورا بقى في الرحلة دي،
خدنا شوية جوائز وريكوجنيشنز، بعضها انترناشونال وبعضها محلي. فأول الحاجات الجوائز اللي خدناها جائزة محلية في كايرو إينوفيت، أول كايرو إينوفيت إيفنت، ده إيفنت بتعمله أكاديمية البحث العلمي لكل الشركات أو المؤسسات أو المشروعات البحثية اللي بتتكلم في حاجة مفيدة للبلد أو مفيدة للبشرية خلاص. فده خدنا فيه جايزتين في كايرو إنوفيت، خدنا جايزة على البلاتفورم بتاع ماستر أوف سينس، وخدنا جايزة على أبليكيشن معمول لمراقبة جودة شبكات الموبايل في الأماكن المختلفة. فبنطلع خريطة كده فيها إيه في كل حتة في البلد، أنهي هي شبكة أحسن من التانية خلاص. دي طريقة إنوفيتيف يعني خالص، مقارنة بالتيست درايف، التراديشنال تيست درايف اللي بيتعمل عشان تطلع الكواليتي بتاعت اي شركه. في الرحله دي برضو ابتدينا نشوف احنا بنعمل ابلكيشن انيبل بلاتفورم، وهكلمكم عن ده حالا، هنفهمه لما نتكلم عن الاي او تي فاليو تشين، مكونات الاي او تي سولوشنز، فهنعرف مكوناتها كويس، وهنشوف الابلكيشن انيبل بلاتفورم دوره فين، وهنلاقي ان هو بيجي دايما بعد الكونكتيفيتي نتوركس. فهنا احنا كان محتاجين نشوف مين تاني مهتم بالانترنت اوف سينس وبيشتغل على بروبر كونكتيفيتي للانترنت اوف سينس. في الوقت ده كانت شركه سيك فوكس، دي شركه اوريجينال يعني فرنسويه، هي دلوقتي موجوده في 75 دوله. دول بيعملوا شبكات تشيل الترافيك بتاع الاي او تي ديفايسز، ملهاش دعوه بقى الا بالفيديو ولا بالاوديو كولز خلاص. فدول كانوا اقرب حد ان احنا نبتدي نتكلم معاهم. يا جماعه احنا بنشتغل في حاجتين بيكملوا بعض، فاحنا سيرتيفايد سيك فوكس بلاتفورم بروفايدر، سيك فوكس نتورك عايزه ابلكيشن انيبل بلاتفورمز في كل حته عشان تشغل عليها الابلكيشنز بتاعت الاي او تي. فاحنا سيرتيفايد بلاتفورم عند سيك فوكس من 2015، ودي برضو يعني خدت وقت شويه. ابتدينا الحديث معاهم في نهاية 2014، لكن هم مش مصدقين ان في حد تاني بيتكلم في الاي او تي ابلكيشن انيبلنج بلاتفورم في الوقت ده. في 2015 بقى كانوا بقوا 16 بلاتفورم حوالين العالم. في نهاية 2013 كان بلاتفورم واحد بس من شركة أمريكية اسمها بينج ووركس، بعد كده اشتريتها بي تي سي. من آخر 2013 لغاية جون 2015 بقوا 16 بلاتفورم حوالين العالم. النهارده البلاتفورمز دي عليت قوي اعدادهم، وصلوا ل 640 وبعدين خسوا شويه، ناس قفلت، فوصلوا ل 600 وبعدين نزلوا ل 500 وشويه، والنهارده بنتكلم في 480 بلاتفورم هم اللي فاضلين. ليه عليت وليه ابتدت تنزل؟ لان ناس كتير فاكره ان الاي او تي بلاتفورم حاجه سهله وبتحاول تخش فيه، وده برضو من الهوت توبكس يعني اللي هكلمكم فيها، وان دي حاجه بسيطه يعني ممكن اي حد يعملها. ما يعرفوش انها رحله طويله جدا ومعقده ومليانه تفاصيل فنيه كتير جدا. فناس كتير بتبتدي وبعد شويه تكتشف لا ده الحكايه دي صعبه، هنمشي ويقفلوا يقفلوا يقفلوا لغايه ما ايه تخلصوا بقى 400 حاجه و80 وهيتخلصوا تاني يعني خلاص. برضه في الرحله دي ابتدينا بقى احنا كنا هنا ابتدينا ندور على حد بارتنر معاه نكمل بعض دي. في 2016 ابتدى اذرز يدوروا علينا، وده ام تو ام الاينس، ده الاينس الهيد كوارترز بتاعته موجوده في المانيا، وده الاينس ما بين المالتي ناشونال تيليكوم اوبريتورز زي فودافون تيليا سوميرا غيره، والمصنعين ماكينات المصانع الكبار زي بوش جنرال الكتريك. فدول ابتدوا يشوفوا ان لا ده لازم يكون معانا كمان في الالاينس بلاتفورم بروفايدرز، ودوروا على مين البلاتفورم بروفايدرز، واختارونا ان احنا نكون اول بلاتفورم بروفايدر يجوين معاهم بسبب السمعه الحلوه اللي احنا خدناها في الوقت ده. وليه احنا حاطين دي كمايلستون؟ عشان الجماعه دول راحوا عدلوا الالاينس بتاعهم مخصوص، اشتغلوا على البوليسي بتاعه الالاينس لمده 3 شهور عشان يعدلوها علشان احنا نبقى ممبرز معاهم.
ان هم بيتكلموا على مالتي ناشونالز اورجانيزيشنز، واحنا شركه مساهمه مصريه في مصر بس، ملناش فروع تانية. فقعدوا بقى يشتغلوا كتير عشان يعملوا الحكايه دي، وادونا تسهيلات كتير جدا عشان نبقى ممبرز في الالاينس. بعد كده بقى احنا ابتدينا ايه نتعرف اكتر شويه، حقفز كده ل 2017 خدنا برضو جايزه من الجوائز المالتي ناشونال يعني. في 2016 كانت الام اي تي انتربرايز فورم، دي كومبيتيشن بيتقدم لها كل الشركات او المشروعات النون بروفيتبل كمان بتاعت الان جي اوز من كل دول العالم اللي من اصول عربيه. يعني لو في واحد جده هاجر امريكا او كندا او استراليا من 60 سنه، الحفيد من حقه يقدم في في الايه في الكومبيتيشن دي. ففي السنه دي تقدم لها 12,000 كومبيتيتور، يقعدوا بقى يشتغلوا في تصفيات ويشيلوا ويحطوا ويطلعوا ناس وبتاع، يصفوهم على حاجه و30. فدول اتصفوا على 39 من 12,000 ل 39، لك ان تتخيل يعني حجم الشغل اللي هم بيشتغلوه في 6 شهور. ودول بقى ال 39 الكواليفايد يكملوا الكومبيتيشن. فاحنا كان لينا مكانين في ال 39 مكان، لينا مكان عن الابلكيشن ايبل بلاتفورم بتاع ماستر اوف سيلز، ولينا مكان لابلكيشن معمول بالبلاتفورم بيخدم الافراد المعاقين حركيا، بيتحركوا على كرسي يعني بعجل. طبعا بقى التصفيات 39 ثم 30 ثم 15 12، احنا كنا موجودين لغايه التسعه. في التسعه قالوا هنشيل الحاجات الهوريزونتال، البلاتفورم حاجه هوريزونتال محدش هيفهمها كويس، هنخلي بس اليوز كيسز. فقلنا خلاص يتبقى الايه الابلكيشن اللي معمول بالبلاتفورم اللي هو بيخدم الافراد المعاقين حركيا. و التوب 3 ابتدى بقى هنا ينترفير الراعي الرسمي اللي بيصرف فلوس على الكومبيتيشن دي. الكومبيتيشن دي كانت في السنه دي هوستد في السعوديه في كينج عبد الله سيتي، واللي كان الراعي الرسمي اللي بيصرف عليها وبيصرف على كل الاحداث بما فيها استضافه كل الكومبيتيتورز اللي في ال 39 في اوتيل 15 يوم هناك للكومبيتيشن بتذاكر الطيران بتاعتهم وهكذا. كانت ام بي سي، ام بي سي قناه التلفزيون بتاعت ام بي سي. وهنا ابتدى يقول بقى لا انا مش شايف اي حاجه في دول ليها، انا هنقي بس بتوع الايه التوب 9 دول، هختار منهم بقى الحاجات اللي ليها علاقه بالميديا. وحصل يعني شويه خلافات ما بين لجنه التحكيم والمنظمين مع السبونسر، ورسيت طبعا على ان السبونسر هو اللي ايه هيختار التوب 3، ودول طلعوا بقى الحاجات اللي هي ايه انغامي وافلامي وحاجات زي كده خلاص. فكل بتوع الايه الحاجات اللي غير الميديا طلعوا من ده. في 2017 احنا خدنا بيست تكنولوجي انتربرايز، دي جايزه من جمعيه اتصال. جمعيه اتصال دي جمعيه فيها الشركات اللي بتشتغل في الاتصالات او بتشتغل في السوفت وير ديفلوبمنت. فمثلا هتلاقي فيها او حتى في الهاردوير، فهتلاقي مثلا فيها ممبرز في الجمعية فودافون ايجيبت، هتلاقي فيها دل اي ام سي، وبعدين لما اندمجوا بقت دل اي ام سي، وشوية شركات سوفت وير. فدول 640 ممبر كومباني في جمهورية مصر العربية. فبيختاروا الجمعية بتختار شركة واحدة بس اللي عندها أفضل تكنولوجي، كل سنة بتختار واحدة تديله الجايزة دي، ومجموعة جوائز تانية متفرقة على لشركات اخرى. لكن البيست تكنولوجي انتربرايز احنا خدنا الجائزه دي في 2017. بدايه بقى من 2019 ابتدى يبقى لينا مالتي ناشونال بريزنس كويس، ابتدينا نطلع في انترناشونال ريبورتس. في اول انترناشونال ريبورت ظهرنا فيه اي دي سي ريبورت عن السمارت اجريكلتشر في 2019، وكانوا في التوب 30 افضل يعني سمارت اجريكلتشر سولوشنز على مستوى العالم. في السكشن بتاع البريسيجن اجريكلتشر كنا احنا عندنا بروجكت انوفيتيف بروجكت اسمه سيومس، عاملينه كار ان دي بروجكت ممول من اي تاك. اي تاك دي مؤسسه تبع لوزاره الاتصالات بتمول المشروعات البحثيه اللي فيها انوفيشنز اللي ممكن تدر على البلد دخل قومي او تحل مشكله قوميه موجوده. طبعا احنا في الفتره دي كنا
بنتكلم في البريسيجن اجريكلتشر بما فيها من توفير المياه وجودة المحاصيل، المنتجات الزراعية يعني. فطبعا انتوا عارفين الفترة دي كان فيها قصة بقى سد النهضة، وعندنا حيبة عندنا مشاكل في المياه وخلافه، فعشان كده خدنا التمويل ده للمشروع ده، والشغل ده الحمد لله طلع كويس جدا لدرجة ان بقى كمان very much rewarded و IDC اتكلمت عنه. هسيب بقى سباين سينس لابز تاريخها واقول لكم على بينج، يعني بنتكلم على الحاجات الترندي، فهقول لكم اخر حاجه احنا عملناها ايه في 2021. هتلاقوا هنا في 2021 كنا كمان ابتدينا نظهر في الريبورتس بتاعه الكومباريزون ما بين البلاتفورمز. انا قلت لكم بقى ان البلاتفورمز كتروا قوي وبقوا 600 وشويه، فابتدت تظهر شركات تذاكر البلاتفورمز وتقارن ما بينهم وتبقى شركات كونسلتنج. اللي عايز يا جماعه يختار بلاتفورم ومش عارف احنا هننصحه. فمن الشركات دي شركه اسمها ماش نيشن، هتلاقونا في الريبورت بتاع ماش نيشن عن الاي او تي ابلكيشن انيبلمنت بلاتفورمز، هتلاقونا محطوطين في الربع الرابع من البلاتفورمز. وفي الفتره في الريبورت ده ماش نيشن قالت دول الايه التوب 16 بلاتفورمز على مستوى القارنة اللي ما بينهم، واللي عايز هوريزونتال بلاتفورم يستخدمه في اي يوز كيس وعنده برود اوفرنج يروح للجماعه دول، والجماعه دول من ضمنهم سباين ساينس لابس. هتلاقونا هنا محطوطين في وسط مين؟ امازون، جوجل كلاود، اي او تي كور بلاتفورم بيختصروه جي سي بي، هواوي ومايكروسوفت واي بي ام. وافتكروا المجموعه دي كويس قوي، خلاص دي المجموعة اللي ماش نيشن قالت عليها أفضل مجموعة. طبعا الريبورتس دي برضو عشان تبقوا عارفين بعض، يعني مش كل، يعني هقول لكم من خبرتي، أنا في سنين كتيرة جدا في التكنولوجي، الريبورتس دي معظمها فاينانسد، يعني إيه كل واحد اسمه بيظهر في الريبورت بيقولوا له تعالى احنا هنحط اسمك في الريبورت ودي هتبقى دعايه كبيره ليك، عايزين بقى ايه مبلغ كده كويس يعني تشكرنا على الدعايه دي. اذا قال اوكي، كل بقى ما يدفع اكتر كل ما كان اسمه هيلمع في الريبورت اكتر ان هو احسن، ولو ما دفعش يبقى مقومات نجاح ظهورك في الريبورت معتمده على هاو جود تكنيكالي اللي انت الحاجه بتاعتك كويسه جدا قد ايه، لدرجه ان احنا مش قادرين نطلعها بره الريبورت يعني، خلاص يعني ما بندفعش غير الحاجات دي. فاحنا موجودين هنا مع الجماعه دول بقى اللي بيدفعوا كتير جدا، خلاص الجماعه دول، وهقول لكم ليه بيدفعوا كتير جدا، لان هم هيبان بعد شويه، خلاص ليه. ودي من الهوت توبكس اللي هكلمكم عنها في الانترنت اوف ثينجز واحنا بنتكلم عن الهوت توبكس. فافتكروا كده ايه، مايكروسوفت، امازون، جوجل كلاود، اي بي ام، حاجه كانت اسمها اي بي ام بلومكس، كانوا بيدعوا ان ده بلاتفورم، وهنتكلم عن الحته دي تاني كمان شويه. طيب ايه تاني غير الريبورت؟ ليه حاطط لنا السلايد دي فيها دوشه؟ عشان دي الحاجات اللي حصلت في 2021. احنا في 2021 برضو اورنج ايجيبت اختارتنا كبلاتفورم بروفايدر، كاي او تي بلاتفورم بروفايدر لاورنج ايجيبت كاستمرز. هنا بنتكلم على الكوربريت كاستمرز، يعني الاند يوزرز الانديفيديوالز ما لهمش علاقه بالموضوع ده، احنا بنتكلم على الشركات اللي محتاجه اي او تي سولوشنز، فهتبقى الاي او تي سولوشنز بتاعتها كلها مبنيه على البلاتفورم بتاع ماستر اوف ثينجز. برضه في 2021 احنا كملنا 10 اي او تي لابس، ودي بقى من الحاجات اللي اكيد يعني هتخص الاودينس، يعني او تلاقي انترست يعني من الاودينس في السيشن دي. ايجيبت اي او تي لابس ده بروجكت احنا ابتديناه في 2000 اخر 2019 مع اكاديميه البحث العلمي، وقلنا لهم لازم يبقى عندنا لابس متخصصه في الاي او تي نجمع فيها الوايرلس تكنولوجيز المختلفه بتاعت الاي او تي، الانوفيشن كيتس المختلفه للاي او تي، الجيت ويز المختلفه للوايرلس تكنولوجيز المختلفه، ويبقى عندنا كاريكولم تعليميه. وعملنا ده مع اكاديميه البحث العلمي ومع تكنولوجيا المعلومات. ليه قصه طويله يعني مش هحكيها كلها، لكن it was very challenging ان احنا وزير الاتصالات في الوقت ده
كان مقتنع جدا بان احنا لازم نعمل اي او تي لابس، لكن الاي او تي لابس دي معقده، مليانه ديفايسز كتيره ومتنوعه، جايه من 30 دوله مختلفه، من شركات منتشره في 30 دوله مختلفه. احنا بقى عايزين نعمل حاجه فيها ايه، كل حاجه، عشان نعلم الناس الجراديوتس بتوع اي تي اي سبيسيفيكالي في الوقت ده يعملوا اي او تي سولوشنز كويس. فعايزين نديهم نو هاو كبيره في التراك بتاع الاي او تي، تراك بتاع الناين مانس في الوقت ده. كان بقاله 3 سنين وقلنا لا، ما ينفعش نبقى نتكلم حاجات نظريه كتير ما يعرفوا ما يشوفوهاش، بنتكلم عنها من غير ما يشوفوها، والعملي كله بروجرامنج بس، لا كمان عايزين نوريهم فيزيكالي والوايرلس تكنولوجيز المختلفه ويجربوها بنفسهم وهكذا. فالوزير قال اوكي تعالى بقى نفذ. الناس التنفيذيين يعني في الوزاره في الوقت ده قالوا ايه دي حكايه معقده، انتوا عايزيننا نجيب نشتري لكم حاجات من 30 حته في العالم، يعني ده انتوا الكلام ده مش هينفع، صعب جدا، انسوا الموضوع ده خلاص. ف رحنا بقى، رحنا لاكاديميه البحث العلمي وخدنا منها فند مخصوص عشان نعمل اللابس دي، وجبنا الفند ده الاي تي اي، وبقى اي تي اي في تعاقد ما بينه وبين اكاديميه البحث العلمي اللي هي تابعه لوزاره التعليم العالي، وبقى كده احنا حطينا ايه الوزارتين مع بعض في تعاقد، لازم الموضوع بقى يحصل خلاص. حصل الموضوع الحمد لله، اتنفذ في الوقت ده، خدنا سنه علشان نشتري كل الحاجات دي ونحطها في لاب واحد. مفيش حاجه زي كده في العالم يعني، خلاص دي حاجه يونيك جدا في مصر يعني. يوم الافتتاح اللاب ده لقى استحسان كبير جدا من وزير الاتصالات ووزير التعليم العالي، وطبعا اكاديميه البحث العلمي كان ليها الفضل انها زقت الحكايه دي. فدول قرروا ان احنا ايه هننشر بقى اللابز دي في الجمهوريه كلها، وابتدت وزاره الاتصالات هي اللي تمول الاي او تي لابز وانشاء الاي او تي لابز. ففي 2021 بقى عندنا 10 اي او تي لابز على مستوى الجمهوريه، 6 منهم موجودين في فروع معهد تكنولوجيا المعلومات، واحد في سمارت فيليج، واحد في اي او تي لاب في المنصوره، واحد في مبنى كرياتيفا في المنصوره، مبنى كرياتيفا في شبين الكوم، في المنيا، في اسوان، في قنا، في سوهاج. وبعد كده بقى في واحد في اسكندريه في جامعه اسكندريه في كليه الهندسه، واحد في اسيوط في جامعه اسيوط في كليه الهندسه، واحد في كليه الهندسه جامعه بورسعيد، واحد في كليه الهندسه جامعه عين شمس. واللاب ذا نيكست لاب هيكون في العاصمه الاداريه يعني في الكوارتر اللي جاي، الثلاث شهور اللي جاي. اللابس دي بقى فيها تجميعه من الوايرلس تكنولوجيز والديفايسز الكوميرشال ديفايسز والانوفيشن كيتس والوايرلس جيت وايز المختلفة، زائد بلاتفورم، زائد كونكتيفيتي. فدي حاجة يونيك جدا، وبيجي لنا عليها يعني زيارات من دول مختلفة، بعثات جاية دبلوماسية مخصوص تشوف الاختراع ده علشان يعملوا زيه في بلادهم. عندنا ديسكشنز على ريبيتنج اللابز دي في كندا، عندنا ديسكشنز على ريبيتنج اللابز دي في الهند، وما بينهما بقى حاجات في السعوديه وحاجات. انا بس بوري لك قد ايه اللابس دي بقت مشهوره جدا. ودي لينك اللي عايز يعرف تفاصيل عن اللابس، ايه اللي في اللابس، تور جوه اللاب، فيديو تور، برزنتيشن كامله عن مقومات اللاب وامكانياته، هتلاقوها في اللينك اللي انا حاططها لكم هنا. طيب وات ايلس، بص تحت كده على اليمين هنلاقي سمارت ستيشنز معموله، برضو دي حاجه من الحاجات اللي زي موست ريسنت يعني، ده تعاقد اللي احنا عملناه مع هيئه تنميه الصعيد. هيئه تنميه الصعيد دي بتريبورت لرئيس مجلس الوزراء على طول، دي هيئه الدوله انشاتها لتنميه محافظات ومدن الصعيد، تنميه بقى في مجالات مختلفه من ضمنها تنميه الكواليتي اوف لايف، ان الناس دي يعني ايه اتظلمت كتير في سنين كتيره في عصور مختلفه، فالدوله ابتدت تديهم اتنشن كويس. فكان من ضمن المشروعات
تحويل المواقف بتاعت السيارات، بدل انتوا عارفين دايما موقف السيارات اللي انت بتروح تركب منه من مدينه لمدينه بيبقى مكان كده ايه زحمه ودوشه وعشوائي خالص، وتدخل تلاقي تبقى عايز تركب المواصله بتاعتك وتجري عشان المكان ما تقدرش تقيم فيه، يعني تقعد فيه 3 4 ساعات هتتجنن. فازاي نطور المواقف دي؟ فهنلاقي المشروع ده لتطوير مواقف 25 موقف في الصعيد على لونج تيرم، يعني اول موقف فيهم في مدينه الفيوم موقف اسمه موقف الحواتم. اللي منكم من الفيوم هقول لكم روحوا اتفرجوا على موقف الحواتم. موقف الحواتم ده هتلاقي فيه 10 اي او تي يوز كيسز متطبقين جوه موقف الحواتم، من اول بقى العربيات عشان تدخل الموقف لازم تكون ريجسترد واكسس كنترول للموقف، شاشات جايدنس سكرينز للركاب، كل خط في عربيات واقفه ايه، مين عليه الدور الاول، موبايل ابلكيشن للركاب عشان يعرفوا في عربيات في الموقف قبل ما يروحوا ولا لا، في كل خط ديجيتال ساينج سكرينز فيها اعلانات، ديجيتال وولت لكل عربيه عشان تدفع منها الكارته، الاضاءه بتاعت الموقف سمارت لايتنج اند سو اون. خلاص ده برضو من الحاجات اللي حصلت يعني ذا موست ريسنت اكتيفيتيز بتاعتنا احنا في مصر في شركتنا في مصر. وان شاء الله المواقف دي يعني مخطط لها زي ما قلت لحضراتكم على لونج تيرم انها تبقى في 25 مدينه في مدن الصعيد. طيب ايه تاني من الحاجات اللي مقيمين بقى في القاهره؟ اكيد تعرفوا زيت بارك. زيت بارك مدينه الملاهي اللي في زيت يعني. الصوره اللي تحت على الشمال دي خريطه للبارك، واللوكيشنز اللي احنا شايفينها الكتيره دي لوكيشنز بتاعت سمارت بولز جوه البارك. سمارت بولز اللي هي مقصود بيها يعني عمدان الاضاءه اللي جوه البارك. فده سمارت لايتنج مانجمنت سولوشن متقدم لزيت بارك، ده كمان تعاقدنا عليه في 2021 وبننفذه حاليا وخلاص يعني بنقفل فيه. اللي منكم هيروح البارك يقدر يتفرج على الاضاءه اللي في البارك مانجد ازاي. طبعا مش هتشوف الجي او اي انترفيس ده، لكن انا اديني حاطته لك عشان تبقى عارف ان الاضاءه اللي انت هتمشي بيها جوه البارك دي كلها مانجد من جي او اي بشكل اوتوميتد، بتتحكم في شده الاضاءه وزمن الاضاءه والعمود هينور بشده اضاءه قد ايه من فتره من الساعه كام للساعه كام انسون. ليها طريقه كده كويسه جدا بتخلي في فلكسبيليتي جامده انك تشوف تتحكم في كل عمود لوحده ريموتلي. طيب هسيب بقى دي كده حاجات عن سبايم سينس لابز عملت ايه في 2021 وبتعمل ايه في 2022. هبتدي اكلمكم على الاي او تي فاليو تشين، مكونات اي اي او تي سولوشن تكنيكالي هي لازم تكون ايه، ونبتدي بقى نتكلم عن الهوت توبكس في المواضيع دي ان جنرال على مستوى العالم، والموست ريسنت توبكس اللي حاصله فيها في العالم. اي اي او تي سولوشن عشان نفهمه كويس هنقارن اللي بيحصل في الدنيا بتاعت الموبايل في الحته اللي فوق دي مقارنه باللي بيحصل في الانترنت اوف ثينجز في الجزء اللي تحت ده. خلاص احنا الموبايل سولوشنز كلنا عارفينها وبنستخدم كلنا الموبايل، لما نقارنه بقى بالانترنت اوف ثينجز فهنفهم بسرعه وندرك الفاليو بتاعت كل كومبوننت بسرعه. النوع ده من المقارنه احنا بدعناه يعني، طبعا ناس كتير ابتدت تاخده مننا، وبرده لما تيجي تشرح انترنت اوف ثينجز تقارن اللي بيحصل في الاي او تي فاليو تشين الجزء اللي تحت ده بالموبايل اي او تي فاليو تشين. لو سمعت اي حد في مصر او غير مصر بيقول اي او تي فاليو تشين كومبيرد للموبايل فاليو تشين تبقى عارف ان هو ايه، خد التريننج ده عندنا او حد او جراديوت من بتوع اي تي اي دبلوماز بتاعتنا ال 9 مانث بروجرام اللي عاملينه في اي تي اي او ال 3 مانث بروجرام اللي احنا عاملينه في اي تي اي. طيب تعالوا نبص على الموبايل فاليو تشين، الموبايل سولوشنز فيها ايه. كلنا عارفين الموبايل فون بالابلكيشنز اللي عليه، الابلكيشنز اللي عليه دي زي واتساب فور اكزامبل وخلافه، عشان تشتغل لازم يكون عندك كونكتيفيتي في التليفون. الكونكتيفيتي في التليفون دي في تو اوبشنز، واحده فيهم الموبايل نتوركس 2 جي 3 جي 4 جي، وواحده فيهم الواي فاي. فلو انت قاعد في البيت وبتبعت واتساب مسج لشيماء او ياسمين او احمد زمايلنا اللي رتبوا لنا الايفنت ده،
المسج دي تطلع من الموبايل ابلكيشن تنزل للاوبريتنج سيستم اللي في التليفون، يخرجها من النتورك انترفيس كارد بتاع الواي فاي عشان انت قاعد في البيت شغال على الواي فاي اكسس بوينت اللي عندك في البيت. فتبقى المسج دي نزلت من الابلكيشن للتليفون للنتورك انترفيس كارد بتاع الواي فاي، مشيت على النتورك بتاعت الواي فاي، دخلت للواي فاي اكسس بوينت او الجيت واي بتاعت الواي فاي اللي انت في البيت بتقول عليها واي فاي راوتر، والناس اللي يعني التكنيكالي اكتر شويه بيقولوا عليها واي فاي اكسس بوينت. دي شغلتها تاخد الترافيك اللي جاي على الواي فاي، ليه هي اسمها جيت واي؟ عشان بتاخد النتورك ترافيك اللي جاي على النتورك دي تنقله لنوع تاني من النتوركس اللي هو الكابلات بقى الارضيه بتاعت التليفون، كابلات نحاس ولا ليزد لاينز ولا وايرلس تكنولوجي 3 جي 4 جي ولا فايبر نتورك، فبتطلعها على نوع تاني من النتوركس، فايبر او كابلات نحاس او 2 جي 3 جي 4 جي نتوركس اللي هي بنسميها الكارير نتوركس. لغايه هنا الداتا مشيت في الباس ده كله بتاعت المسج اللي انت بعتها عشان تروح للسيرفرز بتاعت واتساب اللي موجوده في الكلاود somewhere في داتا سنترز في حته في العالم كونكتد على الانترنت. السيرفرز دي تبتدي تدور، هي الرساله دي رايحه من شيماء للمهندس باسم، طب فين باسم؟ في الحته دي في مصر. طب نرجع بقى بالعكس من الداتا سنتر لكارير نتورك بفايبر او غيره لغايه ما نوصل للراوتر اللي باسم قاعد وراه او الاكسس بوينت اللي باسم قاعد وراه. انليس ان باسم كان كونكتد على 4G فيبقى هو كونكتد على البرج ده على طول، يبقى مننا لتليفونه دايركت. خلاص ده السيناريو اللي بيحصل في الموبايل نتوركس. طب ايه اللي بيحصل في الانترنت اوف ثينجز؟ عندنا الفيزيكال ديفايسز زي التليفون، عندنا الفيزيكال ديفايسز بتاعه الاي او تي، ممكن تكون سيلف درايفنج كار او اتوبيس او عربيه او طياره، وممكن تكون سمارت ميتر، عداد غاز ميه كهرباء عندك في البيت، ممكن تكون باركنج سنسور، ممكن تكون انوفيشن كيت زي الاي او تك دي كده اللي موجوده عندنا في الاي او تي لاب، ممكن تكون ديجيتال ساينج سكرين متعلقه على عمود نور هنطلع عليها اعلانات مختلفه، ممكن يكون عمود النور نفسه زي الكيس بتاعت زيت بارك السمارت لايتنج اللي انا شرحت لكم عليها من شويه، او انوفيشن كيت بتاعت سنس دي اللي موجوده في اللاب. بالمناسبه الحاجات اللي تحت دي كلها موجوده في الاي او تي لاب اللي انا كنت بكلمكم عليه من شويه. فكل الاي او تي لابز هتلاقوا فيها الايه؟ الديفايسز دي اللي بتشتغل بوايرلس تكنولوجيز مختلفه. ليه بوايرلس تكنولوجيز مختلفه؟ احنا قلنا التليفون هيبعت على واي فاي، طب في حاجه زي الواي فاي كده في الانترنت اوف ثينجز؟ ايوه دول بقى وايرلس تكنولوجيز كتير ومن كترهم بطلنا نعدهم، لكن المشهورين منهم دلوقتي لورا وان اللي هي موديفيكيشنز على لورا، ما زال بعض الناس بتقول لورا لكن دايما لما بنتكلم اللي بيقول لورا النهارده هو قصده لورا وان خلاص، وبلوتوث لو انرجي واخرين كتير جدا خلاص. دول بقى شغلتهم ايه؟ ينقلوا الداتا من الديفايسز لمسافه صغيره زي ما كده الداتا بتتنقل من التليفون على الواي فاي مسافه صغيره، الواي فاي اكسس بوينت اللي عندك في البيت دي بتديك واي فاي كفرج 10 متر مثلا. دول بيدونا مسافات قد ايه؟ بلوتوث لو انرجي فيرجن 4 بتدينا مسافه لغايه 150 متر في الاوبنس يعني انفايرمنت لو ما فيش اي عوائق في الهواء يعني الطلق، وفيرجن 5 بتدينا لغايه 300 متر. طب لورا ولورا وان دول بقى حسب الباور بتاعت الجيت واي والانتنه بتاعتها، فكل الباور ما تزيد كل الانتنه ما تكبر. بص دي صوره الواي فاي اكسس بوينت اللي عندك في البيت، دي الجيت وايز بتاعه الاي او تي، اللي تحت دي بلوتوث لو انرجي جيت واي برضه موجوده عندنا في اي او تي لاب، اللي فوق شويه دي لورا وان جيت واي من شركه فرنسويه اسمها كيرلينك، اللي تحت دي من شركه صينيه اسمها مينيو، اللي في النص دي لورا وان جيت واي من شركه هولنديه، دول برضو موجودين عندنا في اي او تي لاب. لما بنقول مسافات صغيره قلنا البلوتوث من 150 في فيرجن 4 150 متر، طب دول بقى لورا توصل من 100 متر للهوم جيت وايز، الجيت وايز الصغيره اللي زي الراوتر الصغير اللي عندك في البيت او الاكسس بوينت اللي عندك في البيت، لغايه لو هي جيت واي كبيره متعلقه على برج زي ابراج الاتصالات بتاعه الموبايل نتورك يعني، تقدر تدي لك لغايه 15 كيلو ديستنس.
فيبقى دايره نص قطرها 15 كيلو، تبقى دي بتكفر ايه مساحه كبيره جدا. طيب فدي كده المسافات الصغيره في الاي او تي، من المئات الامتار الى الاف الايه الامتار بالكيلومترز يعني. يجي بعد كده ان الجيت ويز دي شغلتها تنقل الداتا من المسافه الصغيره للمسافه الكبيره. طيب هنا بينقلوا برضو من المسافه الصغيره للمسافه الكبيره. المسافه الكبيره في الكارير نتوركس بتاعت الاي او تي بنتكلم بقى على مئات الكيلومترز والاف الكيلومترز، مئات والاف الكيلومترز، الديستنسز ضخمه جدا. فهنا هنلاقي شركه سيك فوكس اللي انا كلمتكم عنها في الاول وقلت لكم ان احنا عملنا معاها بارتنر شيب 2015، واللي دول قالوا ده من افضل البلاتفورمز في العالم وكويس جدا. دول اتكلموا عننا حلو قوي، وانا هتكلم عنهم كتير عشان هم كمان عاملين حاجه فيري انوفيتيف. دول من اول الشبكات المتخصصه في نقل الاي او تي داتا. يبقى الداتا اللي طالعه من الديفايسز او رايحه راجعه للديفايسز، ما بنتكلمش هنا بقى على فيديو ولا بنتكلم على فويس، بنتكلم على داتا بتاعت السنسورز والاكشويترز، يعني فيري فيو بايتس. الجماعه دول يقدروا ينقلوا 12 بايت كل مره لمسافه توصل ل 1000 كيلو متر. 1000 كيلو متر دي يعني لو البرج بتاع سيك فوكس ده موجود في اسوان والديفايس بتاعتك موجوده في اسكندريه، المسافه دي 1000 كيلو متر، يبقى هيسمعوا بعض ويكلموا بعض. طبعا ده ثيوريتيكالي 1000 كيلو متر، لان للاسف مش هيبقى فيه لاين اوف سايت، ناس بتوع تليكومينيكيشن مفيش خط مستقيم ما بين الديفايس وما بين البرج ده يوصل ل 1000 كيلو متر، لان الكره الارضيه ايه؟ كره. فنتيجه ان الكره كرويه الشكل فمفيش خط مستقيم على سطح الكره الارضيه دي يوصل ل 1000 كيلو متر. لكن ده يخليك تبتدي تفكر اذا كان ده فيزيكالي ينفع بس العائق هو سطح الكره الارضيه، طب هل في امكانيه ان احنا بقى ناخد الانتنه دي اللي في البرج ده ونطلعها في ساتلايت؟ فنطلع كده في الساتلايت فوق الكره الارضيه يبقى ينفع نوصل لمسافات اكبر. ايوه، ودول اول حد برضو اتكلم في ساتلايت اي او تي نتوركس، كانت برضو شركه سيك فوكس. وهنا ابتدى بقى في هبتدي اتكلم بقى عن الحته الترندي اكتر شويه، ان طب الموضوع ده اتطور وبقت فيه شركات بتاعت ساتلايتس متخصصه في الاي او تي قد ايه. هاخد هديها سلايد لوحدها الحكايه دي، فيبقى دي برضو من الحاجات الايه الترندي اللي هنتكلم عنها، الساتلايت اي او تي نتوركس واتطورت ازاي واحجامها وامكانياتها وكم واحد بيشتغل في الحكايه دي، كم شركه يعني. طيب الداتا دي مشيت علشان تتنقل في النتوركس دي كلها، عشان توصل في الكيس بتاعت الموبايل بتاعت واتساب، عشان توصل للداتا سنتر والسيرفرز بتاعت واتساب. طب الداتا في الاي او تي عشان توصل لفين؟ عشان توصل للاي او تي ابلكيشن انيبلمنت بلاتفورم اللي من ضمنهم ماستر اوف ثينجز اللي انا قلت لكم وصلوا ل 640 وخسوا لغايه بقى 400 حاجه و80 وهيخسوا تاني. وهنا برضو في حاجه ترندي ديسكشنز حاصله هكلمكم عنها برضو في واحده من السلايدز اللي جايه. الاي او تي ابلكيشن انيبلمنت بلاتفورم شغلتها تجمع الداتا من الديفايسز المختلفه من خلال الوايرلس تكنولوجيز المختلفه، من خلال الجيت وايز المختلفه، عشان تتلم الداتا دي هنا علشان تعمل بيها ابلكيشن بيخدم في مجال من مجالات الانترنت اوف ثينجز. مجالات الانترنت اوف ثينجز كتيره، لكن بتتقسم ل 5 مين بيلرز او 5 مين كاتيجوريز هنتكلم عنهم حالا، وهنتكلم عن ايه الترندي اللي في المجالات دي. خلاص، عشان كده السلايد دي مهمه قوي، ان احنا نبقى فاهمين الفاليو تشين، الداتا طالعه ازاي من الديفايسز، رايحه في انهي وايرلس تكنولوجيز، ثرو ويتش جيت وايز، انهي كارير نتوركس شالت الداتا عشان تروح للبلاتفورمز، عشان نعمل ابلكيشنز بتخدم في يوز كيس من اليوز كيسز دي. هنتكلم بقى ايه في الترندي، هكلمكم عن الترندي يوز كيسز. ايه ترندي؟ يعني ذا موست ريسنت. خلاص، ذا موست ريسنت يوز كيسز في البلاتفورمز، هنتكلم على ذا موست ريسنت نيوز والامباكت بتاعها في الدنيا بتاعت البلاتفورمز. وفي الكوميونيكيشن بتاعت الكارير نتوركس هنتكلم على الجزء الترندي فيها، هو الساتلايت كوميونيكيشنز اللي متخصصه في الاي او تي ترافيك. دول كده الحاجات اللي انا هدردش معاكم فيها في السلايدز اللي جايه. خلاص، لو حد عنده اي سؤال لغايه دلوقتي ممكن ناخد الاسئله دي دلوقتي في الحاجات اللي اتكلمنا فيها.
قبل ما نبتدي في الجزء الترندي فيما يخص كل واحد من دول. لو مفيش أسئلة نقدر أقدر أكمل. شيماء، ياسمين، هل في أسئلة؟ تمام، خلاص طالما مفيش يبقى أكمل أنا. تعالوا بقى نشوف إيه الترند يوز كيسز. اليوز كيسز يعني اللي الناس بتتكلم فيها إنها ذا موست ريسنت يوز كيسز. ذا موست ريسنت يوز كيسز هي تراكنج الأسيتس وتراكنج البيرسونيل. كلمة تراكنج دايماً لما بنقولها مع البيرسونيل بتقلق، ليه؟ احنا يعني هنعرف مكان الناس فين؟ طب دي مش حاجه ليها علاقه بالبرايفسي بتاعتهم. لما بنتكلم بقى على تراكنج للبني ادمين بالاي او تي، فاحنا هنا ما بنقدرش نتكلم على تراكنج بدرجه عاليه من البريسيجن، يعني مش هنعرف، مش زي الجي بي اس. خلاص الجي بي اس بيعرف يدي لك بريسيجن لغايه ايه؟ امكانيات الجي بي اس الحقيقيه توصلك لغايه 1 سكوير متر. خلاص في الميليتري ممكن تكون اكتر من كده. ال 1 سكوير متر از برضه يوزد في الميليتري بعنف. الجي بي اس اللي حضرتك بتستخدمه في التليفون بتاعك هي نفس الجي بي اس ساتلايتس اللي موجوده حوالين الكره الارضيه. دول بالمناسبه يعني مجموعه من الساتلايتس بيلفوا حوالين الكره الارضيه عشان يدوا لك السيرفيس دي. هم نفسهم اللي مستخدمين في الميليتري، لكن لما بنستخدمهم في السيفيليان يوز كيسز يعني في التليفونات اللي معانا او الجي بي اس اللي حضرتك كنت بتشتريه زمان عشان تحطه في العربيه، مش بيدي لك البريسيجن بتاعت ال 1 متر. ليه؟ لالا تستخدمها في اعمال عدوانيه. فبيدي لك بريسيجن بايرور فاكتور 5 متر في اي اتجاه من 360 درجه. يعني لما يدي لك لوكيشن يبقى اللوكيشن ده ممكن فيه خطا اب تو 5 مترز في اي زاويه من زوايا 360، ما بتبقاش عارف بالظبط هي فين يعني. خلاص ده السيفيليان يوز كيسز كده. احنا بقى في الاي او تي كمان ما بنقدرش نوصل للايه؟ للليفل اوف البريسيجن ده لو اي او تي بس، لكن لو نحط معاها اي اي ممكن نوصل لايه؟ للليفل اوف بريسيجن بتاع ال 5 مترز ده. خلاص طب ايه بقى الترندي في الحكايه دي؟ تراكنج البني ادمين اللي بيشتغلوا في اعمال تحتاج ان احنا نعمل لهم تراكنج. زي ايه؟ زي الشخص اللي قدامنا ده بيعمل وظيفه فنيه، ممكن يكون بيصلح كابلات كهرباء، ممكن يكون بيصلح وصلات ميه تحت الارض في انفاق. الانفاق دي طولها بيبقى ساعات كيلو وساعات اكبر من كيلو وممكن توصل ل 12 كيلو. دي بقى في المدن الجديده، في المدن الجديده خلاص. فيبقى لما يبقى في مدينه جديده زي العاصمه الاداريه مثلا يبقى فيها حاجه اسمها انفاق خدميه. فيبقى الانفاق دي معموله تحت المدينه عشان تمشي فيها مواسير المياه ومواسير المجاري وكابلات الكهرباء وكابلات التليكوم، علشان لما حاجه من دول تعطل وتبوظ ما نحفرش الارض وندور على الكابل، ما نحفرش الارض عشان نلاقي الماسوره المكسوره. فدي كلها ماشيه في انفاق. الانفاق دي اكسسبل ان الناس تنزل جواها عشان تصلح جواها من غير ما تحفر الارض. خلاص فده بيحصل فين؟ في المدن الجديده. وعندنا في العاصمه الاداريه الانفاق دي برضه. طب الناس بقى اللي هتنزل تخدم جوه وتصلح جوه الانفاق دي، سواء بقى بتوع اتصالات نازلين لكابلات فايبر ولا بتوع كهرباء نازلين لكابلات كهرباء ولا بتوع ميه نازلين لمواسير الميه ولا بتوع المجاري، فدول الناس هيبقوا كتير. وجودهم في الانفاق ممكن تحصل لهم حوادث نتيجه الحاجه اللي بيعملوها دي. يعني تخيل واحد نزل يصلح في الكهرباء وكان في تسريب ميه، اوبا بقى في قفله، الراجل ده اتعور. اذا ما كانش كمان يعني اصيب اصابه جامده، انت بقى عايز تلحق بسرعه تعرف هو فين عشان تنقذه. هنا بانت الفايده بتاعت البيرسونيل تراكنج. احنا مش بنتراك البني ادمين عشان نعرف هم فين عشان نتجسس عليهم، احنا بنعرف هم فين عشان نقدر نخدمهم، نقدر ننقذهم. فده بنخلي البني ادم ايه؟ يبقى يلبس كارد معين في رقبته او يلبس ساعه معينه في ايده او ديفايس معينه يعني في ايده نعمل بيها التراكنج ده. يحصل ازاي؟
التراكنج ده دلوقتي يعني الترندي اللي فيه انه يحصل من خلال البلوتوث لو انرجي، ويبقى فيه بلوتوث لو انرجي جيت وايز منتشره جوه النفق، وبنقدر نحسب من السيجنال سترينث اللي احنا شايفينه في البلوتوث لو انرجي جيت وايز دي، هو الديفايس دي مكانها فين. الديفايس دي يعني الراجل ده لابسها في ايده او معلقها في رقبته، وبنعرف مكان الشخص فين، ويبقى عندنا خريطه باين عليها الناس اللي موجودين كلهم بيتحركوا فين، اللي مش سكان المدينه، لا الافراد اللي بيدون الخدمات في المدينه، اللي الخدمات دي ممكن تعرض حياتهم للخطر، نبتدي نراقب مكانهم. نفس الحكايه دي بنعوز نعملها مع الماشينري اللي متحركه جوه المدينه. كهرباء قطعت في مكان وعايزين ناخد جنريتور نحطه هناك مؤقتا عشان الناس ما تحسش بالمشكله لغايه ما نصلح المشكله. طب الجنريتور ده هيبقى موجود في المكان ده بس؟ لا، ده هتبقى اماكن كتير لان المدينه مساحتها كبيره. بامبس للميه تمبوراري بتستخدم علشان بامبس للميه او للغاز او حاجات متحركه، فدي اسيتس هيتم تحريكها في المدينه بنسب كبيره جدا بمعدلات كبيره جدا. ما حدش هيبقى قادر يعرف بالطرق التقليديه انك تقول الجهاز ده فلان خده واستلمه فلان في عهده فلان عشان يحطه في الحته الفلانيه في ورق او على الاسيت مانجمنت سولوشنز التقليديه، هيبقى الكلام ده صعب. فلازم يحصل له تراكنج في الريل ريل تايم يعني، او نير ريل تايم، في اي وقت في الخريطه تقول دور على الجهاز الفلاني فين في سيرش بوكس كده، ادي الجهاز ده اوكي، دول ادي كل الاجهزه الجنريتورز اماكنها ايه، لا انت عايز الجنريتور الفلاني بالتحديد مكانه اهو. فده ذا موست ريسنت يعني يوز كيسز وين ات كمز تو يوز كيسز. طيب انا قلت لكم ان اليوز كيسز ليها كاتيجوريز، انا جبت لكم واحده بس من الكاتيجوريز. الكاتيجوري بتاعت الاسيت تراكنج كلمتكم عنها انها في السمارت سيتيز في الجيتد كوميونيتيز، لكن السمارت سيتيز نفسها عدد اليوز كيسز بتاعت السمارت سيتيز، احنا اتكلمنا بس على الاسيت تراكنج، وكلمتكم على السمارت ستريت لايتنج وقلت لكم انه موجود في زيت بارك، لكن اداره المدينه بقى من اول اللايتنج والباركنج والويست مانجمنت ترانسبورتيشن مانجمنت زي اللي حصل في الفيوم في موقف الحواتم ده، ديجيتال ساينج سكرينز بدل الاعلانات البلاستيك او الكرتون اللي بتشوفوها بتنتشر جدا في شهر رمضان عشان نقول المسلسل الفلاني في الحته الفلانيه واليوفا دي تفضل تتعلق في شهر رمضان، يتحط عليها الاعلانات دي شهر رمضان يخلص وتقعد بقى شهرين ثلاثه اربعه لغايه ما الشمس تاكلها وتقطعها، لان تكلفه تعليقها عاليه، وان حاولت تشيلهم تاني هتكلف كتير، فبتسيبهم من الشمس تاكلهم اسهل خلاص. فدي بتتحول بدل ما هي اليوفط الاعلانيه البلاستيك او الكرتون دي، لا انها تبقى بدل القماش او البلاستيك او الكرتون ده تبقى ديجيتال سكرين، وانت هنا بقى بتمانج الكونتنت اللي على الديجيتال سكرين، وتفضل السكرين دي موجوده وانت بتحط عليها معلومات مختلفه كانك بتعمل بث تلفزيوني يعني. طبعا ده مش بث تلفزيوني زي القنوات التلفزيونيه اللي جايه لك على ساتلايت، لا احنا هنا بنتكلم من خلال داتا نتورك، فالاعلانات دي ماشيه على داتا نتورك لغايه ما توصل للسكرينز، يعني السكرينز دي كونكتد على الانترنت. فدي من اليوز كيسز يعني في الديجيتال ساينج، برضو الديجيتال ساينج من الترندي يوز كيسز. كل حاجه السمارت سيتيز دي حاجات ترندي يعني جدا دلوقتي بنتكلم فيها، طبعا بنتكلم فيها بقالنا كذا سنه بس دلوقتي لمعت قوي، خاصه ان احنا ايه في مصر عندنا 17 مدينه بلان بيكونوا مدن ذكيه زي العاصمه الاداريه، ومرورا بمدن اخرى زي المنصوره الجديده والمنيا الجديده مدينه المستقبل اسيوط الجديده وهكذا. مش احنا الوحيدين اللي بنعمل مدن جديده وبنقول انها هتبقى سمارت سيتيز، لا العالم كله بيعمل مدن جديده وعايزها تبقى سمارت سيتيز. احنا بنجري قوي في الموضوع ده في مصر، الشركات العالميه كلها بتموت نفسها عشان تاخد البيزنس ده عندنا في مصر علشان احنا اول حد بيعمل كده، وبقيه الدول اللي في العالم هنبقى احنا الريفرنس، اللي هيقول انا عملت شغل في العاصمه الاداريه في مصر هيشتغل الشغل ده في كل حته ثانيه في العالم، لدرجه ان في شركات بتيجي ما عندهاش حاجه في السمارت سيتيز، شركات مالتي ناشونالز كبيره يعني، وتيجي تقول طب انا هعمله لكم ببلاش، طب انا هدفع لكم فلوس عشان اعمله علشان يبقى عندي ريفرنس عشان اعمله في كل حته ثانيه في العالم، على سبيل المثال شركه هاني ويل
شركة هاني ويل من 3 سنين ما يعرفوش الألف من قوس الذرة في الأي أو تي. النهاردة هم بقالهم 3 سنين بيشتغلوا في العاصمة، بيدفعوا فلوس كتير جدا عشان يعملوا ده عندنا في العاصمة، عشان يتعلموا ده، عشان يروحوا يعملوه في حتة تانية. طيب أنا هنا كلمتك عن الحاجات التريندي when it comes to use cases. تعالوا بقى نتكلم أكتر شوية عن التريندي في التكنولوجيز. بس قبل ما أسيب اليوز كيسز التريندي، هقول لك برضو هنا في حاجات مهمة بس بتحصل مش مشهورة، هي مهمة بس ملهاش صوت عالي. خلاص؟ الهيلث اند بادي مانجمنت، ايه اللي فيها مهم ومش صوته عالي؟ اكيد انتوا سامعين اخبار عن ان احنا في مصر عايزين نعمل اكبر مجمع لخدمة الافراد اللي عايزين نقل اعضاء بشرية، اللي عايز نقل كلى، اللي عايز فص كبد، اللي عايز، صح؟ هنعمل احنا الموضوع ده بقى ذا موست ريسنت تريندي، ان احنا هنعمل ده في مصر، هنعمل المجمع ده كبير جدا على مستوى الميدل ايست، يخدم الميدل ايست كله. دي اخبار بتاعت امبارح واول امبارح، مش كده؟ طيب هل الاعضاء دي لما تركب جوه جسم البني ادم، انا بقول تركب علشان انا بتكلم من فروم انجينيرنج برسبكتيف، لما الاعضاء دي البديله دي تتحط جوه جسم الانسان، هل في طريقه نراقب ان البني ادم ده صحته بقت كويسه ونتابعه بعد ما يمشي من المستشفى، وان العضو ده بيشتغل جوه جسمه كويس؟ هل في اعضاء ممكن تكون صناعيه، مش لازم تكون نقل اعضاء من بني ادم تاني؟ بعض الاجهزه هنا بنتكلم عليها، بنقول عليها implanted devices. implanted يعني مزروعه جوه جسم الانسان، زي منظم لضربات القلب، زي انسولين بامب، تضخ انسولين كبديل للبنكرياس، كاننا بنقول ده بقى بنكرياس صناعي. خلي بالك لو رحت تسال الاطباء عن الحاجات دي مش هيعرفوها، هيبقوا بيقولوا عليك ايه ده ساينس فيكشن، بقى الحاجات دي اتس هابينج دلوقتي على السكيل بتاع التجارب. طبعا منظمات ضربات القلب موجوده، لكن الانسولين بامبس هي اللي قليله. امبلانتد ديفايسز علشان بديل للشبكيه او بديل للقرنيه او بديل للطبله جوه الودن، دي كلها امبلانتد ديفايسز بديله للاعضاء اللي حصل فيها مشكله، وبدل ما نجيب لك عضو من بني ادم تاني سواء بقى متوفي او متبرع، عايش ومتبرع يعني، لا ممكن نحط لك ديفايسز، اجهزه تعويضيه خلاص داخل جسم الانسان، دي الامبلانتد ديفايسز، وبقى حجمها صغير جدا وممكن هقول بقى شويه حاجات جايز تخوف، ها بس ما تخافوش قوي، ان بعض الامبلانتد ديفايسز دي ممكن تتركب في المخ، فنشوف انت بتعمل ايه او بتفكر في ايه. طبعا الكلام ده لما اقوله على مستوى ايفنت زي كده، ناس كتير هتقول الراجل ده بيضحك علينا او بيقول كلام خرافات يعني، لكن حضرتك دور على ايلون ماسك نيورال لينك، دور على نيورال لينك ايلون ماسك ايفنت، ده ايفنت بابليكلي اناونسد على التلفزيون، كل الناس بتتفرج، كم من البشر قاعدين كتير، عمره دلوقتي داخل في سنتين، شيب صغيره جدا محطوطه في مخ خنزير، وبنتفرج بقى على سكرين ان الخنزير بيعمل ايه، فلما بيحرك ايده بيحصل ايه، لما بيحرك رجله بيحصل ايه، وشكل السيجنالز اللي ماشيه جوه الخارجه من المخ للعمود الفقري اللي رايحه في الاعصاب عشان تحرك الايد او الرجل. خلاص ده حاجه بابليكلي اناونسد، انا مش بخرف عليك او مش بقول لك حاجات ساينس فيكشن، لكن دي مستخبيه ليه؟ لانها بتخوف. الامبلانتد ديفايسز هدفها اجهزه تعويضيه تحل مشاكل البني ادمين، لكن هتستخدم كمان في المعارك وهتستخدم كمان في اداره الحروب. هسيب الحته اللي فيها قلق دي وننقل شويه على اليوز كيسز الترندي في الموبيليتي. الموبيليتي مشهور فيها قوي السيلف درايفنج كارز، لكن الترندي اللي فيها ان السيلف درايفنج كارز دي تبقى موجودة عشان تتأجر، فحضرتك بدل ما تطلب عربية أوبر هتطلب عربية تجيلك سيلف درايفنج وتركبها وتنزل منها في مكان تاني، واحد تاني ياخدها وهكذا. فأوبر وأمثالهم is going to rely على سيلف درايفنج كارز، علشان أنت أكيد عارف لما بتركب أوبر أو كريم
او ان درايف او 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 كل الجماعه دول، بتلاقي المشاكل كلها جايه منين؟ من السواقين. يعني السواق ده ممكن يكون عايز ياخد اجره زياده، او عايز ياخد الاجره لنفسه وما يديهاش لاوبر، فيقول لك انا هقفل الابلكيشن وبتاع، انا هوصلك بس هقفل الابلكيشن، فانا كده هاخد منك الفلوس كاش، مالناش دعوه بالابلكيشن. الابلكيشن بيقول لك دلوقتي ان الرحله دي لما تنتهي هيبقى ثمنها كذا، وفي استيمت في الاول. انا هاخد الاستيمت واقول لك ايه، نطفي بقى الابلكيشن واقبض انا بعيد عن اوبر. فايه ده؟ ايه ده؟ الراجل كده بيعمل ايه؟ بيسرق الريفينيو بتاع اوبر. الفلوس دي كانت تتقسم ما بينه وما بين اوبر، هو كده عايز يسرق الريفينيو، نصيب اوبر. فدي ده هنا بفسر لك ليه اوبر عايزه تعتمد على سيلف درايفنج كارز في المستقبل وامثالها. غير بقى ان ممكن ده يكون حرامي جاي يخطفك، او ما او خد منك حاجه، انت نسيت حاجه في العربيه ويقول لك ما فيش، او اكيد انتوا سامعين عن النوع ده من المشاكل. غير هذا في بقى كمان ايه، سيلف درايفنج سكوترز، في سيلف درايفنج باصز، في سيلف درايفنج تراكس، هنا عربيات نقل شحن عشان تنقل البضائع بدون سواقين برضو. طبعا السيلف درايفنج الدرونز يعني في الحروب موجوده من زمان، والطيران اللي شغال بسيلف درايفنج اللي هو الاوتونيموس بايلوت موجود من زمان، وحضرتك بتركب الطيارات بقالك 10 15 سنه شغاله باوتو بايلوت، في طيار قاعد جوه الكابينه بس يعني ايه، وقت مش بيعمل حاجه، بيراقب وبيتابع، جايز في الاقلاع والهبوط هو اللي بيشتغل، لكن في اثناء الطيران في اثناء الرحله الاوتو بايلوت هو اللي شغال. وبسبب كده الحوادث قلت كتير جدا بتاعت الطيران في العشر سنين اللي فاتوا. فدي الترندي يوز كيسز اللي موجوده في الاي او تي. تعالوا بقى ننقل على الترندي تكنولوجيز. احنا اتكلمنا عن الاي او تي فاليو تشين، وقلت لكم هكلمكم على كل بلوك في الاي او تي فاليو تشين. احنا بنقعد نشرح بقى الكلام ده، الفاليو تشين دي بنشرحها بالتفصيل في الدبلومه بتاعت الاي او تي 9 مانس تراك في اي تي اي، او الدبلومه بتاعت الثلاث شهور. الفاليو تشين اللي انا شرحتها لكم في عجاله دي بنشرحها في يومين، يومين دراسيين، يعني بنشرحها في 12 ساعه، بيقضونا بالعافيه، ساعات بنزودهم نخليهم 16 ساعه. فطبعا فيها تفاصيل كتير انا بس قلتها لكم سريعا، خلاص. اللي هي دي، خلاص انا شرحتها لكم ايه بسرعه كده، لكن بندخل في تفاصيلها يعني. فهكلمكم بس عن الحاجات التريندي اللي فيها. وانتوا طبعا بينج ستودنتس للانجنييرنج، هشجعكم كلكم تدخلوا الاي او تي تراك، سواء الثلاث شهور او التسع شهور بعد ما تتخرجوا. لما بنتكلم على الاي او تي ابلكيشنز ديفلوبمنت، ده تريننج بنديه في الاي تي اي في الدبلومز الثلاث شهور او التسع شهور في 5 دايز. الوايرلس تكنولوجيز اللي اتكلمنا عنها في 5 دقائق دي كده بنقعد لها يومين، وهكذا. فالتسع شهور دول بيطلع بقى الراجل ايه، او الثلاث شهور دول دماغه مليانه كل حاجه في الاي او تي. طيب هتكلم بقى عن الكونكتيفيتي. انا قلت لكم بلوتوس لو انرجي، وقلت لكم لورا، في وايرلس تكنولوجيز ثانيه كتيره مش هم اللي موجودين في السلايدز دي، بس لكن هنا هحاول الخص لك الوايرلس تكنولوجيز ايه اللي بيحصل فيها. تحت خالص دي وسيله للكوميونيكيشن، كيو ار كود او بار كود ملزوقه على المنتج، بنقراها بكيو ار كود ريدر او بار كود ريدر، ننقل المعلومه اللي في الكيو ار كود ده يوزنج اللايت، فدي بتتنقل بسرعه ماشي، لكن مش بنكونسيوم اي انرجي. لو الكيو ار كود ده مطبوع على علبه او مطبوع على جهاز، او الباركود ده مطبوع على جهاز، المعلومه اللي في الكيو ار كود دي بتتنقل للباركود ريدر بدون انرجي كونسامشن في الجهاز، في الديفايس، في العلبه، علبه الدواء او علبه اللبن ما فيهاش بطاريه. الجهاز بيبقى مقفول محطوط على الرف وانت بتشتريه، وبتروح على الكاشير يسكان الباركود، عرفنا معلومات عن الجهاز، نقلنا ديتا عن الجهاز او عن علبه اللبن بدون ما علبه اللبن دي يكون فيها اي انرجي سورس. نطلع فوق شويه هنلاقي النير فيلد كوميونيكيشن وايرلس تكنولوجيز، دي بتنقل ديتا في فيو سنتيمترز. الار اف اي دي ممكن ينقل الداتا لشويه مترز. هنا بنحتاج بقى ايه؟ انرجي سورس وانتنه
لكن دي لو انرجي سورسز سبيسيفيكالي ال NFC. نطلع اكتر شويه ننقل الداتا بقى ببلوتوث لو انرجي توصل ل 150 متر في فيرجن 4 او 300 متر في فيرجن 5 واسمها بلوتوث لو انرجي، مع ان البلوتوث اصلا كان لو انرجي كوميونيكيشن نتورك. لا دي كمان بقى بلوتوث لو انرجي، يعني اقل من الستاندردز الاصليه اللي انفنتد في البتاع في البلوتوث في اواخر يعني في سنه 2000 كده 99 و2000 كان الانفنشنز بتاعت البلوتوث اريكسون عملتها واديتها للاوبن سورس كوميونتي. النهارده بقى في بلوتوث لو انرجي فيرجن 5 دي كومبيرد للستاندرد الاصلي it is saving much energy savings في الديفايس وبتنقل الداتا لمسافات اكبر بكتير. البلوتوث في الاول الستاندرد كان بينقل الداتا up to 10 meters limited number of devices تبقى connected في نفس النتورك. النهارده احنا عدد الديفايسز بقى ممكن يبقى كتير والمسافات بقت اكبر والانرجي كونسامبشن في الوايرلس تكنولوجي دي بقى اقل كتير جدا. كل بقى ما تزود في الكيرف ده وتطلع لفوق كده، يا اما بنكبر المسافه يا اما بنكبر الداتا ترافيك الباندوتس يعني، او اكشولي بنكبر الثروبوت التعبير الاصح يعني الاماونت اوف داتا اللي ترانسميتد بير سكند بنزودها ونزود المسافه. يبقى احنا لما نزود الثروبوت او نزود المسافه بنكونسيوم انرجي اكتر. لما ننزل تحت كده بنقلل الثروبوت او نقلل المسافه فاحنا بنعمل انرجي سيفنج. خلاص طب اخره البتاعه دي فين؟ اكبر مسافه ساتلايت. كلمتكم انا على ساتلايت كونكتيفيتي. طبعا احنا عارفين الساتلايت طول عمرنا بنستخدمه في الميديا وفي الكوميونيكيشن، بس when it comes to internet of things احنا بنتكلم على devices عندها low battery وعايزين نسيف باور وننقل الداتا لمسافات بعيده جدا. الساتلايتس الساتلايتس بيبقوا كاتيجورايزد لثلاثه كاتيجوريز، الجيو ساتلايتس دي على مسافات كبيره جدا من الكره الارضيه ودي اللي مستخدمه في الميديا شانلز، ودي بتلف في اوربت يبعد عن الارض مسافات كبيره حاسبها دلوقتي مش هتكلم فيها، دي بتاعت الميديا. والميو دي حاجه متوسطه، والليو اللو ايرث اوربت ساتلايتس. اللو ايرث اوربت دي بتلف في اوربت قريب من الارض، قريب يعني على بعد 500 كيلو متر، من 500 ل 1000 يعني في نص، كانك كده ركبت القطر من اسكندريه رايح اسوان دول 1000 كيلو متر. فيبقى هو بيلف في اوربت في ال 1000 كيلو من 1000 الى 500، من 500 ل 1000 في الرينج بتاع ايه؟ نص المسافه دي الى المسافه دي، دول اللي اسمهم ليه اورث اوربت ساتلايتس. وده الترندي في الموضوع، الجيو قدام اللي هم عاليين قوي بتوع الميديا وبتوع الجي بي اس دول قدام جدا، لكن الليو اللي هم لو ايرث اوربت ساتلايتس اللي هم على بعد 500 كيلو متر من سطح الارض دول اللي ترندي. كميه اللو ايرث اوربت ساتلايتس اللي تم اطلاقها في السنتين ثلاثه اللي فاتوا كبيره جدا، اللي مركزه في انها بتنقل اي او تي ترافيك برضو كتيره جدا وحجمهم صغر جدا، وبقينا بنقول عليهم كيوب ساتلايتس. وبقينا كيوب ساتلايتس، كيوب ليه؟ كلمه كيوب جايه من الكيوبك مكعب روبيك، عارفين مكعب روبيك اللي احنا بنقعد نلعب بيه علشان نجمع الالوان المختلفه في الوشوش المختلفه من المكعب ده، بقى اسمه 1 يونت سايز 1 يو للساتلايت سايز. فالساتلايتس اللي في اللي اوربت دي بعضها 10 بعضها 16 يو سايز يعني قد علبه الجزمه كده، وفي منها اللي 1 يو يعني قد مكعب روبيك، وفي الاصغر اللي بنسميهم بيكو ساتلايتس او نانو ساتلايتس قد مكعب روبيك الصغير اللي هو حجمه يساوي ربع حجم مكعب روبيك التقليدي. دول بقوا كتير جدا خلاص، وبقى اطلاقهم سهل ومش مكلف، ودول كتير جدا عندها ساتلايتس كتير جدا من دي. احنا لسه في مصر يعني مش في الموضوع ده، لكن عندنا بعض الناس ابتدت تعمل كورسز عن الليو ساتلايتس. الحقيقه هو بقى يعني للاسف يعني الكورس اسمه ليو ساتلايتس، لكن هتلاقيه بيتكلم على اردوينو وراسبري باي هو مش بتاع ليو يعني، بس معلش خلاص.
يمكن الكورس الأقرب للموضوع ده الكورسز اللي بتتاخد في هيئة الاستشعار عن بعد، بيتكلموا عن الساتلايت مسافته فين والإطلاق شكله إيه، دول أقرب حد يعني بيتكلم في الموضوع ده. الكلام ده بعيد برضو عن الواقع، بس إيه، بس ده أقرب حد يعني. خلاص، فدي الحتة الترندي في الموضوع. طيب إيه تاني ترندي في الحكاية دي؟ إن إحنا بقى إزاي الساتلايتس دي، إحنا دايما متعودين على الموبايل نتورك صح، وكلنا عارفين الموبايل فونز والسيم كاردز. هل في اي او تي ديفايسز فيها سيم كاردز؟ طبعا. طب هتشتغل على الموبايل نتوركس بتاع 2 جي 3 جي 4 جي؟ لا، المفروض تشتغل على نوع من الموبايل نتوركس اسمه نارو باند اي او تي، ده موديفيكيشنز لل 4 جي. اسمحوا لي اقول الحته دي بسرعه، موديفيكيشنز لل 4 جي اسمها نارو باند اي او تي، مش هحكي فيها كتير، انا بقولها بسرعه. لكن عايزه سيم كارد، فيبقى السيم كارد اللي هيتحط في الاي او تي ديفايسز دي ال 2 جي 3 جي نتوركس بتكونسيوم انرجي كبيره جدا، وحشه جدا في الاي او تي. بتاعت النارو باند اي او تي لا، دي بقى بينج نارو باند يعني بننقل الداتا ترافيك قليل، فبنعمل سيفنج في الباور في الاي او تي ديفايس، ومحتاجه سيم كارد. الكلام ده بقى له 3 4 سنين. طب ايه الترندي في الموضوع؟ واتس نيو؟ ان الساتلايتس دي يبقى فيها الابراج بتاعت النارو باند اي او تي، يبقى انا السيم كارد اللي موجود في الاي او تي ديفايس عندي تحت في الارض هنا بيتكلم مع ساتلايت على بعد 500 600 كيلو من سطح الارض بلو باور، ومش بيكونسيوم باور كتير من الديفايس، وهو نفس السيم كارد اللي كان ممكن يتكلم بيه مع الشبكات الموبايل اللي بنسميها تريستيريال. تريستيريال يعني موجود على سطح الكره الارضيه في الابراج العاديه. خلاص، ده بقى عشان يحصل كويس كان لازم يحصل تطور في السيم كاردز. انا هنا هكلمكم عن الحته الترندي في التطور بتاع السيم كاردز، مش هتكلم في النارو باند اي او تي. التفاصيل اللي انا الحاجات اللي بقولها دي انا بقولها في عجاله عشان هي تفاصيلها كتير جدا، فانا عايز اقول الحته الترندي بدون ما اخد في التفاصيل الكتيره جدا. اشجعكم تخشوا تاني الدبلومه بتاعت الاي او تي تراك عشان تعرفوا تفاصيل اكتر في المواضيع دي. تعالوا نشوف كده تاريخ السيم كارد. دي السيم كاردز اللي احنا متعودين عليها في التليفونات بتاعتنا. السيم كاردز دي حجمها بيتقال عليه الفورم فاكتور. فال 2FF السكند فورم فاكتور، سكند جنريشن من الفورم فاكتورز، كان ده حجم السيم كارد، وده بالمناسبه اسمه ميني سيم. ليه ميني؟ عشان كان في واحد اكبر منه قبل كده، اللي اكبر منه قبل كده كان حجمه زي حجم الكريدت كارد. خلاص؟ مالناش دعوه بيه. احنا اكيد انتوا كلكم اتولدتوا في العصر ده وما بعد العصر ده. فدي الميني سيمز اتطورت شويه وبقت اسمها مايكرو سيم. ظهر السيرد فورم فاكتور ده من حيث الحجم والديزاين بتاع السيم كارد. السيم كارد عباره عن دايره الكترونيك سيركت فيها ميموري وفيها كاباسيتورز وكويل ومليانه حاجات. فالسيم كارد السيركت دي بقى حجمها المايكرو سيم، ظهر في 2003 وده حجمه 15 ملي في 12 ملي، وده اكيد انتوا كلكم عندكم مايكرو سيمز في التليفونات بتاعتكم. بعض التليفونات فيها نانو سيم اصغر بقى بكتير من الايه، من السيرد فورم فاكتور. ده الفورس فورم فاكتور، وده ظهر في 2014 حجمه اصغر. واتس تريندي از شكل جديد من الفورم فاكتورز سميناه ماشين تو ماشين، مقصود بيها الاي او تي ديفايسز يعني الام اختصارا لماشين تو ماشين فورم فاكتورز فيرجن 2. فدي بقى حجمها صغير، اقل من 2 ملي متر مربع. دي هي اللي ترندي في الحكايه. ليه؟ لانها الستاندرد ده ظهر في 2016 بس it did not come to life، ما ظهرش فعلا في الحقيقه غير في السنه دي، وابتدى يظهر في ديفايسز غير الاي او تي كمان، ابتدى يظهر في ديفايسز. هنا بقى بنتكلم على ايه؟ على تشيب موجوده جوه الديفايس اسمها، الاسم التجاري بتاعها اي سيم، الاسم الستاندرد بتاعها اسمه اي يو اي دبل سي اختصارا لـ Embedded Universal Integrated Circuit Cards.
دي تشيبس على البوردة اللي جوه الديفايس، شكل التشيب اهو خلاص. طيب هل في تطور تاني؟ ايوه بقى في تطور لده كمان اسمه اي سيم، اختصارا لانتجريتد سيم، هقول الفرق بينهم حالا. الاي سيم او الاي يو اي دبل سي، الامبيدد سيم يعني، ده الاسم التجاري او الاسم البراند المشهور بيه ما بين الناس اللي مش متخصصين يعني في التكنولوجي دي. الاي سيم تشيب صغيره موجوده على الديفايس، انت ريموتلي يو كان كونفيجر الام زي نمبر بتاعها. الام زي نمبر ده الاي دي اللي مستخدم للسيم كارد جوه الموبايل نتورك، التليفون اللي حضرتك بتشتري سيم كارد من فودافون او اورنج او اتصالات تحطه في تليفونك، يدي لك السيم ده ليه رقم، الرقم ده اللي الناس بتتصل بيك عليه، ده رقم يعني سهل للبني ادمين يحفظوه عشان نتبادله ما بيننا وبين بعض، فحضرتك تعرف نمره المهندس باسم او تشير النمره بتاعتك مع شيماء او مع ياسمين اللي منظم لنا الايفنت ده. لكن في رقم تاني سيريال نمبر كبير للسيم، هو ده اللي الشبكه بتشتغل بيه، اسمه ام زي نمبر. الام زي نمبر ده هو اللي بيحدد هو السيم كارد ده بتاع انهي شبكه، في شبكه فودافون ولا اورنج ولا اتصالات ولا غيره. فالام زي نمبر ده بقى كمان كونفيجربل جوه التشيب دي، الام زي نمبر ده كونفيجربل يعني ممكن التليفون او الاي او تي ديفايس تجي لك فيها التشيب دي جوه الديفايس بيلت ان، انت مش هتاخد سيم كارد من الاوبريتور، ده انت هتروح بالتليفون ده للاوبريتور تقول له بص انا عايز اشتغل عندكم، فيبص كده في ظهر التليفون بتاعك او في الاي او تي ديفايس بتاعتك يلاقي رقم يحطه عنده على الكمبيوتر. آه تمام اوكي خلاص كده انت بقيت الديفايس دي بقت تبعنا وبقيت هتتكلم على الشبكه بتاعتنا خلاص. ازاي؟ ليها طريقه يعني مفصله ازاي تكونفيجر الديفايس، تكونفيجر الاي سيم ده. طيب لغايه كده الحكايه دي مفيده في ايه؟ في ان السيم ده ممكن بقى تغير الكونفيجريشنز بتاعته في اي وقت، في اي وقت تنقل من فودافون لاورنج او من اورنج للاتصالات او لشبكه بتاعت ساتلايت، هتبقى بتتكلم ايه بالتليفون ده او بالاي او تي ديفايس دي. انا بشبه بالتليفون عشان التليفون هو اللي في ايدينا، لكن الاي او تي ديفايسز مش تليفونات خلاص، التليفونات سب سيت صغيره جدا من الكوميونيكيشن ديفايسز اللي بتندرج تحت الاي او تي ديفايسز. لكن الاي او تي ديفايسز ار ماتش مور كومن، زي ما اتكلمنا امبلانتد ديفايسز او عمود نور او باركنج او 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 كل الحاجات دي هيجي عليها، مفيش هتشتغل بوايرلس تكنولوجيز مختلفه، بعضهم هنكون محتاجين نشغله في شبكات، بعضهم متحرك، العمود النور او الباركنج سنسور دول مش متحركين دول ثابتين، فخلاص هتتقبل وايرلس تكنولوجيز من اللي مناسبه للحاجات اللي ثابته. لكن الحاجات المتحركه اللي هتتحرك وتسافر ما بين دول مش هيبقى، وهي في البحر او في المحيط او في الصحراء ما عندهاش شبكه ارضيه تديها كفرج، فلازم تكون شبكه ساتلايت، هنعمل لها بروجرامنج ريموتلي عشان نحولها تشتغل على شبكه ساتلايت. ده الاي سيم وليه استخدامات تانية كتير مش بس عشان الحاجات اللي في الصحراء او في البحر، صحراء او في البحر عشان الساتلايت، لكن الحاجات المتحركه ممكن تغيرها من شبكه لشبكه بسهوله. زي مثلا ايه؟ انت اشتريت غساله ال جي اتصنعت في كوريا، وهي اتصنعت في كوريا فيها السيم ده الاي سيم، كانت بتشتغل على شبكه في كوريا، وهي مسافره عشان تجي لك مصر عدت على دول مختلفه في الشحن، بقت بتشتغل على شبكات تانية، رسيت عندك في مصر عندك ثلاث اربع شبكات، دخلت بيتكو وبقت بتشتغل على افضل شبكه فيها افضل كفرج جوه بيتكو بارخص سعر مناسب جوه بيتكو. الكلام ده شرحه يطول بس انا بلخصه عشان نبقى عارفين ايه الترندي اللي في الموضوع ده. بقى الترندي اللي في الموضوع هو بقى ترندي امتى؟ اكيد انت يعني في الاسبوعين ثلاثه اللي فاتوا دول اتفرجت على عمرو اديب وهو بيتكلم على الليتست فونز اللي نازله من ابل، احدث ايفون ما فيهوش سيم كارد، جواه اي سيم. وايه هو الاي سيم؟ وقعدوا يناقشوا ده وجابوا الراجل رئيس ان تي ار اي السابق يعني او الاسبق عشان يشرح هو ايه الاي سيم، والراجل في عجاله برضه شرح الموضوع. التيوتوريالز على الاي سيم وتطورها والاي سيم، وانا حاطط لكم لينكس على التيوتوريالز دي
تحت ايه دول تو جود تيوتوريالز، كل واحد فيهم بيتكلم في ايه، في 10 دقائق ربع ساعه شرح معلومات كويسه بريزنتد بشكل كويس في فيديوز مخصصه تعليميه، عشان كده ايه معموله كويس جدا. يعني اشجعكم تقروا عن الموضوع ده او تشوفوا الفيديوهات دي على الاقل. ايه بقى الانتجريتد سيم؟ احنا عمالين نختصر في حجم الكوميونيكيشن تشيبس، وعمالين نختصر في حجم الكونكتيفيتي موديولز، وبنحاول نختصر في حجم المايكرو بروسيسورز علشان نحطها جوه كنترولرز جوه الاي او تي ديفايسز عشان تكون صغيره. انا قلت لكم في امبلانتد ديفايسز هتبقى جوه جسم البني ادم، دي اكيد صغيره قوي وحجمها صغير جدا، ولما قلت لكم هتتركب كمان في مخ البني ادمين يعني اكيد بنتكلم عن حاجه صغيره قوي مش كده؟ فاحنا عايزين نختصر السي بي يو ونختصر الكونكتيفيتي موديول في اصغر حجم ممكن، وبقوا الاثنين مدمجين في تشيب واحده صغيره قوي، دي اللي اسمها انتجريتد سيم. ان السيم انتجريتد جوه السيستم اون تشيب، تشيب الاس او سي او السيستم اون تشيب بقى فيها كمان الاي سيم جواها، ده اللي اسمه الاي سيم، وده كده بقى بروسيسور وشويه حاجات تانية وكوميونيكيشن موديول وغيره في تشيب واحده صغيره. خلاص دي ذا موست تريندي بارت في التكنولوجي دي. وين ات كمز للحته بتاعت الكونكتيفيتي عن طريق السيم كاردز، طبعا الكونكتيفيتي اكبر من كده بكتير. ندخل شويه على الساتلايتس ونشوف بقى النانو ساتلايتس والكيوب ساتلايتس دي عددها قد ايه ومين اللي بيشتغل فيها. بص الماب اللي انا جايبها لك دي او الشارت اللي انا جايبها لك دي جايبها لك من ويب سايت اسمه نانو ساتس دوت اي يو، ده بابليك ويب سايت، لما تدخل عليه هتشوف عدد النانو ساتلايتس اللي سواء تم اطلاقها او اطلقت. انا جايب لك الايه اللي تشارت بتاعت 2018، يعني الكلام ده فات عليه 4 سنين. خلاص فلك ان تتخيل الاعداد دي كبرت جدا. خلاص انا محتاج اجيب ذا موست ريسنت يعني واحطها لك، بس انا بوريك القديم عشان تعرف لو ده القديم امال الجديد شكله ايه. بص شركه زي دي بلانت اسباير عندها كام نانو ساتلايت في 2018؟ كان عندها لونشد، اللون الاخضر ده لونش، ده لونشد يعني طلع فعلا 320 نانو ساتلايت. طب بقيت دول كل واحد كان عنده بلانز وبلانز وبلانز، طبعا يعني دول بقوا الاف الاف النانو ساتلايتس. الترندي بارت اوف ذس ان دي حاجه قديمه اهو بقول لك عليها من 2018، طب امال فين الترندي؟ الترندي از ان النانو ساتلايتس دي بتشتغل فيها نارو باند اي او تي علشان السيم كاردز تكونكت عليها دايركت بدل ما تكونكت على برج موبايل. سيم كاردز اللي راكبه جوه اي او تي ديفايسز، وكمان بعض الناس بتوع الساتلايت دول ابتدى يقول ايه، لا ده انا هخليك كمان تاخد فويس سيرفيس، ودي بقى فعلا ذا موست تريندي، ودي اعلنت برضو من ساتلايتس بتاعت ايلون ماسك في شركه ستار لينك، الشركه المملوكه لايلون ماسك بعد الاكوزيشن بتاع شركه سوارم. سوارم بتعمل كيوب ساتلايتس، سوارم شركه امريكيه بتعمل كيوب ساتلايتس بتشتغل بيو اتش اف. ستار لينك المملوكه لايلون ماسك اشترتهم وابتدوا يعدلوا ده انه يبقى بيشتغل بنارو باند اي او تي بدل اليو اتش اف، وبقى عندهم فيرجنز فيها نارو باند اي او تي، وبقى بيقول لك هحطها لك كاوبشن للايمرجنسي كيسز في الموبايل نتوركس، وهنعملها مع مع تي موبايل في امريكا وكندا. خلاص الكلام ده ذا موست تريندي يعني ذا موست ريسنت، كان الكلام ده في الشهر اللي فات. اعدادهم قد ايه؟ بقت كتير جدا الشركات اللي بتشتغل في ده، وكميه النانو ساتلايتس والكيوب ساتلايتس اللي طلعت كبيره جدا. فبقى الترندي اللي في الموضوع مش بس انها نارو باند اي او تي، لا كمان بقى هنا بنتكلم على السبيس ديبرس. السبيس ديبرس يعني الزباله بتاعت السبيس، الحاجات دي عمرها الافتراضي
بحكم انها موجوده في مدار قريب من الارض، قريب يعني على بعد 500 كيلو متر من سطح الارض، عمرها الافتراضي صغير up to 5 6 years maximum، من 3 ل 5 سنين بكتير 6 سنين، وبعد كده تقع في اتجاه الارض او تطير في الفضاء بره خالص، فبقت عامله لنا زباله حوالين الكره الارضيه. لو دورت انت في المواقع بتاعت اللي بتتكلم على السبيس ديبرز هتشوف ازاي الفيجواليزيشن بتاع الكره الارضيه وحواليها زباله قد ايه، هتتخض من ده. ده ذا موست تريندي. ففي الحته دي بقى ابتدى يطلع ناس تقول ايه، طب هنعمل حاجات ننظف بيها السبيس، هعمل روبوتس تطير زي الساتلايتس في الاوربتس بتاعت الساتلايتس، هدفها تلم الساتلايتس اللي ايه اللي طلعت بره الخدمه دي عشان ننظف السبيس. طيب احنا كده اتكلمنا بقى عن التريندي يوز كيسز، واتكلمنا عن التريندي كوميونيكيشنز هنا، واتكلمنا عن التريندي كوميونيكيشنز وين ات كومز تو كونكتيفيتي موديولز جواها اي سيمز او امبيدد سيمز. عايزين نتكلم بقى عن الحته التريندي وين ات كومز تو الابلكيشن انيبلمنت بلاتفورم. ايه ذا موست تريندي نيوز عن الابلكيشن انيبلمنت بلاتفورمز؟ انا قلت لكم ان الابلكيشن انيبلمنت بلاتفورمز دول في وقت من الاوقات كانوا ايه، الشركات اللي بتقول عندنا بلاتفورمز كان في 640 شركه خلاص. في الوقت ده كان الكلام ده بقى من 3 سنين خلاص، وصلنا ل 640 متنافسين على الاي او تي ابلكيشن انيبلمنت بلاتفورمز، وكل واحد فيهم بيروح للعميل بتاعه اللي هو العميل بتاعنا مين؟ اورجانيزيشن زي زيت بارك، اورجانيزيشن زي هيئه تنميه الصعيد، عايزين يعملوا سولوشن للستريت لايتنج في زيت بارك، او عايزين يعملوا اسيت تراكنج، او عايزين يعملوا سمارت ترانسبورتيشن وتطوير المواقف. العميل هنا هو مؤسسه بتاخد مننا البلاتفورم تبني عليه ابلكيشنز، او بتطلب مننا احنا بقى كسبيسيفيك كيس في سباين سينس لابس، مش بيطلب مننا البلاتفورم عشان يعملوا عليه ابلكيشنز، بيطلب مننا البلاتفورم والابلكيشنز اللي فوقيه، عشان ما فيش حد لسه عارف ازاي يعمل الابلكيشنز دي في مصر، كتير قليلين يعني. ودايما الكاستمرز دول شايفين ان ايه اكتر واحد هيعرف يعمل ابلكيشنز فوق البلاتفورم هو صاحب البلاتفورم، واكتر واحد هثق فيه انه يعمل لي حاجه حلوه هو اللي عامل البلاتفورم نفسه. طيب البلاتفورمز دي المفروض تكون راننج فين؟ المفروض تكون راننج في الكلاود او راننج اون بريمس جوه داتا سنترز جوه المؤسسه. طيب مين بقى من الشركات اللي بيقول ان عندنا بلاتفورمز من 640 دول؟ في اسامي كبيره جدا زي جوجل بيقول عندنا بلاتفورم اسمه جوجل كلاود اي او تي كور، زي امازون بيقول لك عندي امازون اي او تي كور، زي مايكروسوفت بتقول عندنا ايجور اي او تي كور، زي سيسكو بتقول عندنا سيسكو كونكت اي او تي بلاتفورم، واخرين ساب بتقول كانت بتقول عندنا ليوناردو اي او تي بلاتفورم، اي بي ام كانت بتقول عندنا بلومكس اي او تي بلاتفورم. كل دول بيقولوا خلاص العميل اللي هيشتري سولوشنز راننج على بلاتفورم او عايز يشتري البلاتفورم اساسا مش فاهم يعني هو البلاتفورم ده بيعمل ايه. ده الساحر اللي بيلم الداتا من الاي او تي ديفايسز المتنوعه بالوايرلس تكنولوجيز المتنوعه، فبيسحر بقى عشان يلم الداتا من كل الديفايسز ويسهل لك حياتك جوه الداتا. دول اسمهم ايه بيعملوا، بعض الناس قالت عليهم داتا مانجمنت وداتا بروسيسنج بلاتفورمز. الحقيقه لا، مش بس كده، ده هو بيعمل الداتا مانجمنت وبيدي لك ديفلوبمنت انفايرمنت تعمل بيها ابلكيشنز. عشان قلت لكم ابلكيشنز معموله بالبلاتفورم احنا خدنا عليها جوائز، فيبقى في وسيله انك تبني الابلكيشنز لازم البلاتفورم يكون معاه ديفلوبمنت انفايرمنت تعمل بيها البروجرامنج بتاعت الابلكيشنز. فدول بقى كتير يعني ما يعرفوش حاجه عن الايه، عن الابلكيشن انيبلمنت بلاتفورمز ازاي تكون جواها ديفلوبمنت انفايرمنت. دول اسامي كبيره مشهوره جدا، الاسامي دي تخض الشركات اللي بتدرس البلاتفورمز، دول بيدفعوا لهم فلوس علشان يطلع اساميهم في الايه في الريبورتس ويتكلموا عنهم كلام كويس قوي، مع ان الحقيقه ان دول ايه مش كويسين. مين قال على دول مش كويسين؟ اكتر شركه امينه
فإنها تقول مين بيعرف ومين ما بيعرفش. شركة اسمها هاربر ريسيرش، والإيمج اللي أنا جايبها لكم دي جايبها من الويب سايت بتاع هاربر ريسيرش. هاربر ريسيرش ده طلع الإيمج دي في 2019، آسف، في 2020، وقال دي تقسيمة اللي بيتكلموا عن اي او تي ابلكيشن انيبلمنت بلاتفورمز، وبيقولوا عندهم من ضمن الايه ال 640 دول، قال عليهم ايه؟ دول بتوع داتا بروسيسنج، كلاسيكال داتا بروسيسنج، ودول بتوع كونكتيفيتي مانجمنت. انت هتلاقي هواوي بتقول لك عندنا اي او تي بلاتفورم، نوكيا بتقول لك عندنا اي او تي بلاتفورم، اريكسون بتقول لك عندنا اي او تي بلاتفورم، فيرايزون واي تي ان تي وسيسكو، دول بتوع كوميونيكيشن، ما بيفهموش برضو في الحكايه دي، بس ايه بيستغفلوا الزبون يعني. خلاص انا اسف اني اقول كده. وفي ناس بتوع الصناعه بقى زي سيمنز وشنايدر وجنرال الكتريك واي بي بي، ده الاسامي المشهوره في الموضوع، مشهوره ومدعين، مدعين يعني، انا اسف اني بقول مدعين يعني مش فاهمين. بص الراجل كاتب عليهم ايه: traditional vendor groups do not understand the IoT challenges. الناس دي مش فاهمه المشاكل اللي هي بتحاول تحلها، هم اصلا مش فاهمين المشاكل عشان يحلوها. الحكايه دي بقى فيها discussion، you can follow up the discussion دي على لينكد ان جروب، على لينكد ان بوستس دي. طبعا احنا بحكم ان احنا بلاتفورم ميكر يعني، وبنعمل بلاتفورم وبنبروفايد البلاتفورم بتاع ماستر اوف ثينجز، فاحنا دايما ان هوت ديسكشنز مع العالم دي كلها، نتخانق على لينكد ان. يو كان فولو اب البوستس دي والخناقات دي في اللينك دي. ايه بقى الترندي في الموضوع؟ لو الحكايه دي من اول 2018 و2019 وهي شغاله، يعني ان الناس دي بتاعت هاربو ريسيرش تنبأت ان الناس دي عشان ما بتفهمش كلها هتقفل، والبلاتفورمز بتاعتها هتقفل لانهم مش فاهمين هم بيهببوا ايه في الموضوع ده، بيدعوا. طب ايه اللي حصل في الحقيقه من 2018 2019 لغايه النهارده؟ في حد في دول قفل؟ ايوه، بص مين اللي قفل. اي بي ام اول واحده قفلت، اي بي ام بلوميكس، كان عندهم حاجه اسمها اي بي ام بلوميكس، وكانوا لازقين لها كلمه اي او تي بلاتفورم. فبعد سنه من الشغل في الموضوع ده، ماركتنج ان اي بي ام بلوميكس اي او تي بلاتفورم، اي بي ام بلوميكس اي او تي بلاتفورم، ابتدوا يقولوا ايه على استحياء، يقولوا بلوميكس اي او تي بلاتفورم كده بصوت واطي. بعد سنه تانيه ما عندناش حاجه اسمها بلوميكس اصلا، دور كده على بلوميكس اي او تي بلاتفورم مش هتلاقيه اصلا في السايت بتاع اي بي ام. خلاص هو موجود بس مش عشان بلاتفورم، الحقيقه هو موجود عشان حاجه تانيه، نعمل بيه انتجريشن ما بين اي بي ام سولوشنز، وعشان كده اسمه اي بي ام بلو ميكس. البلو عشان اللوجو بتاع اي بي ام بلو، والميكس ان الميكسد برودكتس بتاعت اي بي ام نقدر ننتجريتهم مع بعض عن طريق بلو ميكس. فكان ملزوق له كلمه اي او تي كماركتنج عشان الكلمه دي بتلم الزباين. تاني واحد قفل هو سيسكو، سيسكو كينكت. سيسكو قفلت السيسكو كينكت بيزنس، وكانت بتقول كينكت اي او تي بلاتفورم ده مينلي معمول للسمارت سيتيز، وهنقلب بيه الدنيا في السمارت سيتيز. قفلوه في ديسمبر 2021. اخر واحد decided to close او shut down الاي او تي بلاتفورم بيزنس بتاعه جوجل اي او تي كور، لانه زي الزفت ومفيش حد بيشتريه. جوجل قالت في اناونسمنت الكاستمرز بتوعنا عايزين حاجه غير اللي احنا بنعملها، احنا مش عارفين، مش فاهمين بعض، واحنا هنقفل البيزنس ده، واللي اشتغل عندنا على البلاتفورم بتاعنا وعمل اي سولوشن عليه هنسيبه عايش معانا لغايه اوجست 2023، يعني شهر 8 السنه الجايه السيرفرز دي هنطفيها. اللي عايز عنده حاجه على السيرفرز دي عندنا وبيدفع لنا فلوس عليها هنقول له شكرا، مش عايزين منه فلوس من هنا لغايه شهر 8، مش هناخد منه فلوس، وهندي له الفرصه دي انه يعزل، يهاجر، ميجريت يور اي او تي سولوشنز تو سام وان ايلس، يعني هنقفل البيزنس ده. قالوا بمنتهى الصراحه احنا مش فاهمين الكاستمرز بتوعنا، والكاستمرز بتوعنا عايزين حاجات احنا مش ناويين نعملها ومش عارفين نعملها، بمنتهى الوضوح كده في الاناونسمنت.
هتلاقي الكلام ده في الديسكشن دي هنا. وابتدت الناس اللي عندها السولوشنز دي، اشهر واحد يعني اول واحد قال انا هميجريت، شركه كانت بتعمل شوايه، خلاص شركه الماني بتعمل شوايه لحمه، شوايه اللحمه دي كونكتد على الانترنت، ويمانج الشوايه ريموتلي عشان تمانج الستاتس والابديتس والابجريدز والاوبريشن بتاعتها، عشان تشغل الشوايه قبل ما تروح شويه، لا مينلي عشان تعمل البريفنتيف مينتنس بتاعت الشوايه، فصيانه الشوايه ومتابعتها. شركه اسمها تريجر، هتلاقوا الكلام ده في البوست دي، اناونسد انها هتعزل. ومين اول واحد قال لهم ايه؟ تعالوا عندنا امازون وهنديكوا اوفر جبار وبتاع، وهيميجريتوا من جوجل لامازون. خلي بالك امازون اصلا وسط المجموعه اللي مكتوب عليها كلاسيكال داتا بروسيسنج، بس امازون هي اكتر واحد هيعيش. ليه؟ امازون بيصرف كتير جدا، معاه فلوس كتير جدا، بينفست كتير جدا في الاي او تي، فحتى لو كان مش فاهم النهارده ده هيفهم وهيتعلم، لان امازون مطير ساتلايتس للاي او تي، وعامل تريستيريال نتوركس شبكات ارضيه للاي او تي، وعامل اي او تي ديفايسز، وعمال يحارب في الحته بتاعت البلاتفورمز كمان. فانا يعني بتوقع انه مش هيقفل، هيعيش، بس ايه، هياخد وقت طويل على ما يتعلم. ساب اكوايرد شركه اسمها الشركه كانت اسمها بلانت، وسموا البلاتفورم ليوناردو، فبقوا بيقولوا ساب ليوناردو اي او تي بلاتفورم. خش السايت كده بتاع ساب، دور على ليوناردو ده، مش هتسمع عنه برضو حاجه. اوراكل طبعا البراند كبير، البراندز دي اسامي كبيره، لما بتقول للعميل حاجه بيصدقهم على طول عن ظهر قلب، مع ان مفيش، ما عندوش، ما بيفهمش في ده خالص، بس يعني ايه، الناس بتخاف من الاسامي. بعض الشركات اللي بتعمل الكومباريزون كانت لا تجرؤ انها تقول دول ما بيفهموش. ليه؟ لان الكومباريزون دي ببلشد ومدفوع فيها فلوس، والراجل ده بيكب عليهم فلوس كتير جدا. الناس الوحيدين اللي كانوا بيقولوا ده بمنتهى الصراحه هاربور ريسيرش، وهاربور ريسيرش ما بياخدش فلوس من حد، وبيقول بمنتهى العلانيه يعني، خلاص. فاذا كان دول كده قفلوا، فتتوقع بعد شويه ان دول هيقفلوا، ودول هيقفلوا، وده برضو انت ما تسمعش عنه ومش هتسمع عنه، علي بابا اي او تي بلاتفورم. انا بتوقع اللي هيعيش من دول امازون بس، خلاص. وامازون از كلاود بيست، ما عندوش حاجه اون بريم، يعني ما ينفعش يتباع في المشاريع الحكوميه، ما ينفعش يتباع كل المشاريع الحكوميه ايا كانت، حاجه زي هيئه تنميه الصعيد دي اللي عاملين الموقف، عاملين جوه الداتا سنتر جوه الموقف. اللي عاملين حاجه في العاصمه لازم الداتا سنتر في العاصمه، يعني اي حاجه حكوميه هتبقى ايه؟ لوكالي اون بريم في كل دول العالم، مش عندنا في مصر بس يعني. ده الترندي بقى اللي في الموضوع، ان الناس دي بتقفل. وذا موست ريسنت اللي قال هنقفل جوجل، الكلام ده من الشهر اللي فات، وقالوا ديدلاين بتاع الناس كلها تعزل، كلها دول مش كتير، هو في 10 15 سولوشن هناك يعني، مش كتير ولا حاجه، دول كلهم ايه، يعزلوا في شهر 8، هنقفل الحنفيه دي ونطفي السيرفرز دي. طيب ايه تاني بقى الترندي من حيث التوبكس؟ بصوا انا هكلمكم على، انا كلمتكم على الاي او تي بلاتفورمز، الابلكيشن انيبلمنت بلاتفورمز، عايز افهمكم هي البلاتفورمز دي بتعمل ايه، خلاص، وليه هي هوت توبيك ودايما هتفضل ترندي، خلاص. نشوف السلايد دي مع بعض، هنفهم منها كويس. السلايد دي بتشرح لنا الفايف تشالنجز اللي بيقابلوا اي اي او تي سولوشن. اي اي او تي سولوشن فيه خمس مشاكل اساسيه، مش مشاكل، خمسة تشالنجز، يعني خمس تحديات لازم تحل. الخمس تحديات دول الاي او تي ابلكيشن انيبلمنت بلاتفورم شغلتها تحل الثلاث تحديات رقم 2 و3 و4. هم ايه التحديات الخمسه، وايه هم 2 و3 و4 اللي في النص دول اللي بيحلها لك الاي او تي ابلكيشن انيبلمنت بلاتفورم، اللي المفروض يحلها لك، صح؟ اذا كان مدعي فهو مش هيبقى فاهم اصلا هم ايه التشالنجز، زي اللي شفناهم في السلايد اللي فاتت دي كده، والراجل قال بمنتهى الصراحه ايه، دول اصلا مش فاهمين هي ايه التشالنجز، خلاص. انا هكلمك عن الخمسه تشالنجز دول سريعا. الخمسه تشالنجز دول سريعا هم تشالنج نمبر 1 هي اختيار البروبر ديفايس. لما تيجي تعمل اي او تي سولوشن عايز تختار له ديفايس مناسبه. الديفايس دي
يعني انت بتعمل ثلاجه او غساله او بوتاجاز، احنا بنتكلم هنا على اختيار الغساله او الثلاجه او البوتاجاز، لا احنا بنتكلم على اختيار الحاجه اللي جوه الغساله، اللي جوه البوتاجاز، اللي جوه لما بنعمل سمارت ويست مانجمنت سولوشن، ايه اللي جوه صفيحه الزباله وايه اللي جوه عربيه لم الزباله. لما بنعمل ستريت لايتنج سولوشن زي اللي قلت لكم عليه في زيت بارك، هيتحط ايه جوه العمود علشان نكنترول اللايت انتنسيتي والمواعيد وبننور بشده الاضاءه قد ايه. فالكنترولرز اللي جوه الديفايسز دي بالكوميونيكيشن تكنولوجيز اللي الكنترولرز دي هتستخدمها عشان تكوميونيكيت، يعني الكونكتيفيتي موديولز بتاعتها، هم دول تشالنج نمبر 1. ودول عشان تختار البروبر وايرلس كوميونيكيشن تكنولوجي اللي انت هتستخدمها في الكنترولر ده، ده هوت توبيك لوحده، ودايما مناقشه فيه ايه الاحسن في الوايرلس كوميونيكيشن، كذا ولا كذا ولا كذا. السؤال ده غلط، مفيش حاجه اسمها ايه الاحسن، ايه الانسب لليوز كيس اللي انا بعملها. ودايما السؤال ده الدسكشن دي موجوده، وتقعد الدسكشن ساعتين ثلاثه تنتهي الى ان مفيش حاجه اسمها الاحسن، فيها حاجه اسمها الافضل لليوز كيس. يعني انا لو بعمل ويست مانجمنت غير لو بعمل ترانسبورتيشن مانجمنت غير لو بعمل باركينج مانجمنت غير لو بعمل ستريت لايتنج، كل حاجه من دول الاختيار الانسب ليها معتمد على تفاصيل اليوز كيس، هنعمل ايه في اليوز كيس دي. طب لما تيجي تقول لي ستريت لايتنج يعني ليه اختيار على طول معروف ايه الانسب؟ لا، حتى الستريت لايتنج هتعمل ايه بالستريت لايتنج؟ هتعمل كذا ولا كذا ولا كذا؟ كل واحد فيهم يخليك تتجه ناحيه وايرلس تكنولوجيز مختلفه. نمره 2 في اختيار الوايرلس تكنولوجي بعد تفاصيل اليوز كيس هو اليوز كيس دي شغاله جيوغرافيكالي فين؟ في انهي مكان؟ في انهي مكان ده؟ يعني في الصحراء ولا في البحر ولا جوه المدينه؟ جوه المدينه انهي مدينه؟ في انهي دوله؟ عشان الريجوليشنز بتاعت كل دوله بتختلف من دوله للتانيه. فلما تيجي تعمل ستريت لايتنج في مصر اختياراتك غير لما تيجي تعمل ستريت لايتنج في المانيا، غير لما تيجي تعمل ستريت لايتنج في الهند، غير لما تيجي تعمله في الصين. هتختار وايرلس تكنولوجيز مختلفه. فتشالنج نمبر 1 اتس اولويز ا هوت توبيك بسبب الكونكتيفيتي تكنولوجي، الوايرلس تكنولوجي اللي انت هتستخدمها، اللي هي دايما معتمده على تفاصيل اليوز كيس وما هنستخدمها ازاي وفين. خلاص، دول فاكتور نمرة 1 ونمرة 2. طب تشالنج نمبر 2، احنا بقى هننقل داتا من الاي او تي ديفايسز اللي مستخدم فيها وايرلس تكنولوجيز مختلفه، والوايرلس تكنولوجيز المختلفه دي بعضها اي بي تي سي بي اي بي بيزد وبعضها لا، فبنستخدم فيها ابلكيشن بروتوكول مختلفه، والاي او تي ديفايسز دي اساسا عددها كبير، بنتكلم في 20 25 ان هم هيكونوا 25 ل 28 مليار ديفايس. اي اي او تي سولوشن هيبقى فيه اماونت اوف ديفايسز كتيره بوايرلس تكنولوجيز مختلفه بابلكيشن بروتوكولز مختلفه، يبقى انا هلم الداتا دي ازاي بابلكيشن بروتوكولز متعدده من ديفايسز متعدده. دي تشالنج نمبر 2، ازاي هاكواير الداتا من الوايرلس تكنولوجيز المختلفه من اللي بتجبرني على ابلكيشن بروتوكولز مختلفه ومتعدده مضروبين في عدد الديفايسز. الداتا صغيره فيو بايتس بس مضروبه بقى في اماونت اوف ديفايسز، مضروبه في عدد وايرلس تكنولوجيز. الارقام دي لما تتضرب في بعضها مليارات في هندردز من الوايرلس تكنولوجيز والابلكيشن بروتوكولز، يطلع ارقام خرافيه. تلاقي نفسك هنا ايه ده الداتا اكوزيشن والداتا كولكشن ده بقى فيري 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 ماتش كومبليكيتد بروسيس. طب لما هلم الداتا دي عايز المها في الريل تايم واخد عليها ريل تايم اكشنز، والريل تايم اكشنز دي حاجه معقده لما تيجي تعملها على ليميتد نمبر اوف ديفايسز، واحدة اتنين تلاتة عشرة مية ماشي، لكن لما تيجي تقول ده انا هعمل الكلام ده على مليون ملايين الديفايسز ومليارات الديفايسز، لا ده انت بيتهيألك بقى، دي حاجة معقدة جدا. لما بتيجي نشرح الحتة بتاعت الريل تايم اكشنز اللي هي هنا اهو، خلاص في الكورسز بتاعت الدبلومة بتاعت الاي او تي فاليو تشين بنشرح دي لوحدها في ساعة، دي لوحدها بنشرحها في حوالي ساعة. ليه؟ لانها معقده جدا، وازاي هتبقى ريل تايم اكشن مع السكيل اوف ديفايسز. البيج داتا ترم مشهور ومعروف وكلكم اكيد سامعين عنه،
التليفونات ان اللايف برودكاستنج واقف رجع تاني. تمام اوكي نكمل. فكنا بنقول الريل تايم اكشنز مع الاماونت اوف داتا الكبيره ليها طريقه غير الطرق بتاعه البيج داتا. طرق البيج داتا دي معموله علشان هيستوريكال داتا بروسيسنج، ناخد وقتنا على ما نهضم الداتا الكتير وناخد قرار، لكن الريل تايم عايزينه في ريل تايم، ما بيشتغلش بالطرق بتاعه البيج داتا، بيشتغل بطرق ثانيه مينلي داتا ديستريبيوشن ديستريبيوتد داتا بيزز ومعاها ديستريبيوتد بروسيسنج، فمعقده شويه. فدي تشالنج نمره 4 اللي جايه بسبب ان الداتا كولكشن بابلكيشن بروتوكولز كتيره، عايزين يبقى معاها ريل تايم. الاستورج بتاعت الداتا كتير دي في وجود الداتا كولكشن من ابلكيشن بروتوكولز كتيره، في وجود الريل تايم بقت الاستورج نفسها حكايه، ولازم تبلان الاستورج دي من الاول وتقول انا هشتري. اديكم مثال سريع، لو انا عندي سمارت ميترز، طب هي الميترز في مصر كام عداد كهرباء؟ لو قلنا عدادات الكهرباء وزاره الكهرباء بتقول 33 مليون عداد كهرباء، هيبقوا 45 مليون عداد كهرباء في السنتين اللي جايين. طب لو دي بقت سمارت ميترز، عداد الكهرباء هيبعت لنا داتا قد ايه؟ لو هيبعت لنا مره واحده في اليوم قرايه العداد 15 20 بايت، 20 بايت في 45 مليون عداد، اضرب بقى 20 في 25 مليون، تعرف الحجم اللي هيجي لك في اليوم. عايز تاخد عليهم ريل تايم اكشنز انك هتقطع الكهرباء عن البيت ده عشان ما دفعش الفاتوره بتاعته، او هتقطع الكهرباء علشان في تسريب غاز فانت خايف ان تسريب الغاز ينتج عنه مع الكهرباء حريقه، فمش لازم عشان ما دفعش يعني، فانت عايز تاخد ريل تايم اكشنز. اضرب بقى في الاماونت اوف داتا اللي مضروبه 20 بايت في 45 مليون عداد في 365 يوم، ولما تسال بتوع الكهرباء يقول لك احنا عايزين الهيستوريكال داتا لغايه 15 20 سنه فاتوا بنحتاجها وليهم اسباب، ولما تناقشهم فيها تلاقي اسباب منطقيه، يعني عايز تشيل داتا بتاعت 20 سنه، طب هشيلها في داتا سايز قد ايه، الاستورج قد ايه، وهتلان الاستورج دي بالاستورج كاباسيتي دي، يبقى انا عايز داتا سنترز قد ايه عشان استور فيها ده فروم داي 1، وهشتريها كده فروم داي 1 ولا هشتريها على قد ما انا عايز واكبر كل شويه. طب لو على قد ما انا عايز واكبر كل شويه بسبب ان الاستورج سعرها بيرخص، بتتطور سعرها بيرخص، مش معقول اشتري ستورج هتقضيني 15 سنه قدام اشتريها كلها النهارده، هبقى انا كده بصرف فلوس على الارض. لا انا كل سنه اشتري ستورج هلاقي نفسي بشتري ستورج اكبر بتكنولوجي احسن بسعر ارخص، طيب انا لازم اشتريهم جرادولي. طب الداتا اللي شغاله والداتا بيز انجنز اللي شغاله في الريل تايم دي لما تيجي تزود لها ستورج هتعمل ايه؟ تطفي السيرفرز وتيجي الديفايسز دي تبعت، او يجي الاند يوزرز دول يستنوا يشوفوا الابلكيشنز ما يلاقوا السيرفر مطفي نقول لهم اسفين احنا بنابجريد السيرفر. طبعا انت اكيد بتسمع عن الحكايه دي في البنوك، يعني تلاقي البنك بعت لك رساله يقول لك ايه والله يوم الجمعه اللي جايه بالليل من الساعه 12 للساعه 7 الصبح مش هيبقى عندنا سيرفيس والاي تي امز هتقف عشان احنا بنابجريد السيرفرز بتاعتنا. الكلام ده في الاي تي ما ينفعش خالص. فالستورج مع الريل تايم قصه معقده. الثلاث مشاكل دول، ثلاثه تشالنجز دول، داتا اكوزيشن وكولكشن بالبروتوكولز كتيره من ديفايسز متنوعه وبوايرلس تكنولوجيز متنوعه مع الاستورج وهاندلنج الداتا في الريل تايم والريل تايم اكشنز، يحلهم لك شغلته الابلكيشن انيبلمنت بلاتفورم. شغلته كده يعمل الثلاثه دول. طبعا الثلاثه دول عشان نفهمهم بالتفصيل بناخد وقت طويل. انت بقى هتلاقي ناس كتير للاسف، يعني هتلاقي شركات السوفت وير ديفلوبمنت ملايين مش كده، كلهم متهيئ لهم انهم يعرفوا يعملوا الحكايه دي، متهيئ لهم عندهم تهيؤات. اذا كان البيج نيمز اللي زي اوراكل دول وجوجل واي بي ام وبتاع قفلوا عشان مش عارفين، انت ابن الحلال هتعرف، لازم تقعد تذاكر كتير. احنا في الشغلانه دي بقالنا 8 سنين عمالين نطور في البلاتفورم بتاعنا، بقالنا 8 سنين. النهارده عندنا فيرجن 3.5 اللي بنبيعها للكاستمرز، واحنا شغالين على فيرجن 4 و4.5. فهم الريكويرمنتس اساسا عايز وقت كتير عشان تذاكره وتفهمه. هتلاقي بقى ناس كتير بيقول لك احنا بتوع سوفت وير ديفلوبمنت ونعمل لك بلاتفورم، نعمل لك ونسلمه لك بعد شهرين ثلاثه. بقى تسمع نكت، يعني اتس ريلي جوكس للي بيفهموا، يعني طبعا اللي ما بيفهموش بقى
كتير فمش واخدين بالهم من الجوكس دي. طبعا مش البلاتفورم مش بيعمل بس كده، بس ده اساس الموضوع بتاعه. لازم بقى يكون كمان عنده ديفلوبمنت انفايرمنت تعمل بيها ابلكيشنز. هنقل بقى على تفاصيل اكتر شويه. الاركتكتشر بتاع الاي او تي سولوشنز الصح، خلاص الصح ده مش انا اللي بقوله، خلاص انا كنت بقوله من 8 سنين بس، يعني كل اللي زي شغالين في المجال ده زي وصلوا ان هو this is the right architecture، وبقى published even في papers، و IEEE بقت بتشرحه في courses ان ده the right architecture، خلاص وبتشرحه ليه هو the right architecture. احنا بقى بنشتغل بالarchitecture ده بقالنا 8 years. الarchitecture ده بيقول ايه؟ البلاتفورم بالنسبه للاي او تي ديفايسز والوايرلس تكنولوجيز اعتبره كده زي الاوبريتنج سيستم اللي على اللابتوب بتاعك، كانه يعني كانه. الاوبريتنج سيستم على اللابتوب بتاعك بيعمل ايه؟ بيكومينيكيت مع الكومبوننتس بتاعت الهاردوير بتاعت اللابتوب بتاعك. بتركب عليه ماوس وبتركب عليه وايرلس ماوس وبتركب عليه كيبورد وبتركب عليه، اعتبر كده عشان تشبيه، ده تشبيه عشان نفهم الانالوجي بسرعه. فالبلاتفورم ده اللي هو كانه شبه الاوبريتنج سيستم عندك في اللابتوب، الاوبريتنج سيستم في اللابتوب عندك بيعمل ايه للابلكيشنز؟ انت لو عندك ويندوز، طب الابلكيشنز فين؟ فوق الويندوز. مين اللي مشغل الابلكيشنز؟ اللاير بتاعت الويندوز. الاي او تي بلاتفورم الابلكيشنز تيجي فوقيه، وهو اللي بيشغلها وهو اللي بيتحكم فيها وفي البرفورمانس بتاعها، وبيتحكم مين اللي من حقه يفتح اني ابلكيشن. حضرتك لما بتعمل لوجن على على الاوبريتنج سيستم بتاعك ان كان ويندوز او لينكس، مين اللي بياخد اليوزر نيم والباسورد يعمل لهم اوثنتيكيشن؟ ويندوز او لينكس. في الاي او تي بلاتفورمز اللي لازم يعمل اوثنتيكيشن هو الاي او تي بلاتفورم، هو اللي ياخد اليوزر نيم والباسورد عشان يكتشف انت مين. فلما تيجي تشغل الستريت لايتنج يشوف انت من حقك تشغل الستريت لايتنج ولا لا، ولو طلع من حقك يشغل لك الستريت لايتنج ويتحكم في البرفورمانس بتاعت الستريت لايتنج من اول، هو هياخد بروسيسنج باور قد ايه وهيعمل ايه وهيجيب داتا من انهي ديفايس وهيودي داتا لانهي ديفايس. الحكايه دي محتاجه شرح كتير، انا بحاول اقولها لكم بسرعه. لو عملت لو حطينا كده الاي او تي بلاتفورمز في السيتيز بالنسبه للاي او تي سولوشنز ان كومباريزون مع ايه اللي بيحصل في اللابتوب، هتلاقي البلاتفورم لاير في النص بين الابلكيشنز وبين الديفايسز، زي الاوبريتنج سيستم ما هو بين الابلكيشنز وورد وباوربوينت واكسل فوقيه وتحتيه ديفايسز. طبعا هنا في ابلكيشن بروتوكولز كتيره، هنا ما فيش ابلكيشن بروتوكولز كتيره، هنا حاجات معروفه، لكن هنا الابلكيشن بروتوكولز كتيره جدا. يجي فوقيه الابلكيشنز زي ما بتيجي فوقيه الابلكيشنز هنا. طب اللي هنا بيحصل ايه؟ لما تعمل لوجن اللاير بتاعت الاوبريتنج سيستم هي اللي بتعمل اوثنتيكيشن، هنا برضو اللاير بتاعت الاوبريتنج سيستم هي اللي بتعمل اوثنتيكيشن. هنا بقى انت عندك يوزرز كتير جدا، هنا ما عندكش يوزرز كتير. الاوبريتنج سيستم بيبقى عندك 3 4 يوزرز على اللابتوب ده، ممكن لو ده سيرفر يعني جوه مؤسسه يبقى عندك 300 400 يوزر، لكن هنا احنا بنتكلم على ايه؟ اماونت اوف يوزرز. ال 300 400 دول صباح الخير، ده اول الكلام. خلاص لو كلمتكم عن الموقف مثلا بتاع الفيوم، الموقف كمؤسسة في ناس اللي بتدير الموقف دول كم واحد يعني يتعدوا على صوابع ايديك الاثنين، لكن اليوزرز مين؟ الركاب، واليوزرز مين؟ السواقين، واليوزرز مين؟ ملاك السيارات. ده احنا بنتكلم في الافات، اول ما نقول صباح الخير كان بنتكلم في ايه؟ عشرات الالاف. فهنا الاماونت اوف يوزرز كتير ولازم تقسمهم لجروبس بالاكسس رايتس بتاعتهم، مين من حقه يعمل ايه؟ هاخد الاكزامبل بتاع الموقف. عندك يوزر جروب من حقها تشغل الموقف وتنور النور بتاع الموقف وتفتح البوابات وتقفل مش عارف ايه وتنزل اعلانات، دول بقى جروب الصغيره، دول 10 15 واحد، 2 3 مسؤولين عن اللايتنج جايز، 2 3 عن الديجيتال ساينج جايز، المفروض يكونوا في الحجم ده. لكن عندك مجموعه يوزرز تانيين اللي من حقهم يشوفوا العربيات دخلت الموقف امتى ودفعت كام وخرجت امتى وماشيه في الطريق فين، دول ملاك السيارات. وعندك مجموعه يوزرز الركاب اللي عايزين يعرفوا في عربيات جوه الموقف ولا لا، واقفه في انهي خط، والخط بتاع الفيوم القاهره فيه كام عربيه وهيطلعوا الساعه كام وانهي عربيه هتحمل امتى، والخط بتاع الفيوم
للمراكز اللي حواليها، يعني ايا كان اسامي المراكز، اسامي المراكز هناك صعبه شويه، مش بقدر احفظهم وانساهم يعني. فالركاب دول عايزين يعرفوا هي العربيات دي طالعه فين وامتى. دول بقى الاف سواقين العربيات لوحدهم 3000، ملاك العربيات لوحدهم حوالي 600. هنا لازم نقسم اليوزرز انتو جروبس، ومين من حقه يشغل ايه، ومن حقه يشوف ايه، ومش من حقه يشوف ايه. من حقه يشغل ويتش ابلكيشن، والابلكيشن ده لما يشتغل يجيب له داتا شكلها ايه، بتاعت انهي ديفايس، يقدر يحاول يعني يوصل لداتا بتاعت حاجه تانيه. لا ممنوع، الديفايس دي نفسها وهي بتبعت الداتا يعرفوا يشوفوا بعض، يعرفوا يبعتوا داتا لبعض. مين من حقه يبعت داتا للتاني في الديفايسز دي من خلال البلاتفورم، ومين مش من حقه يبعت للتاني، مش من حقه يسمع الديفايسز التانيه بتقول ايه. دي اكسس رايت مانجمنت towards الكوميونيكيشن لاير جوه بتوين الديفايسز. هنا بقى هتلاقي الناس بتوع السكيورتي وبتوع الفاير وولز يقول لك طبعا لازم يبقى في سكيورتي. ما طبعا في سكيورتي، انت مولود، انت فاكر نفسك يعني اشطر مننا في السكيورتي؟ احنا بنجيب بتوع السكيورتي ونقعد ايه نلطش لهم كده بالاقلام، انت مش فاهم انت بتتكلم في ايه. وان ات كومز تو سكيورتي بتاعت الديفايسز towards البلاتفورمز ودارت كوميونيكيشن بتوين الديفايسز، العمليه مش التي سي بي اي بي بورتس اللي انت بتقول لي هفتح البورت ده واقفله. في تفاصيل هنا تانية كتير جدا للاسف يعني بتوع سكيورتي ما بيفهموش فيها. وبتوع سكيورتي المشهورين قوي بيجوا هنا برضو يضحكوا على الزباين دي ويقولوا لهم ايه، انت هيئه تنميه الصعيد ده انت لازم يكون عندك سكيورتي، ده انت شغال حاجات اي او تي دي مليانه مشاكل. هو اصلا مش فاهم ايه هي المشاكل اللي في الاي او تي، فين سكيورتي؟ مش عارفها بتاع سكيورتي اللي جاي يتكلم ده. فدول لما بييجوا يقعدوا معانا يعني بيقولوا انت تخرس خالص علشان ما نهزقكش قدام العميل، انت بتفهمش في كذا وما بتفهمش في كذا، نقعد نعدلهم 20 حاجه كده ما بيسمعوش عنها، ما يعرفوش ده، مش عارفين الكلام اللي بنقوله ده ايه. فهنا البلاتفورم حاجه معقده، مش معقده في البروجرامنج بس، لا ده معقده في رياليزنج النيدز، رياليزنج الاحتياجات المطلوبه من البلاتفورم. خلاص ارجو كده تكون وصلت لكم ليه الراجل بتاع هاربور ريسيرش جاب الجماعه دول كده وقعد يهزق فيهم، صح؟ ليه بيقول على دول ودول 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 يعني ما بيفهموش في الموضوع، دول مدعين. خلاص ليه دول قفلوا وليه الباقي اذا ما كانوش قفلوا هيقفلوا يعني، خلاص؟ لانها ايه، اتس ا بيج ستوري. طب يعني انت قلت لنا 640 ونتيجه انهم ما بيفهموش او لقوا العمليه دي معقده او لقوها صعبه او لقوا التشالنجز فضلوا يقفلوا يقفلوا لغايه ما بقوا 480، طب هم كام واحد يعني اللي بيفهموا في الحكايه دي بجد؟ حاجه و30 جايز يوصلوا ل 40 بس. انت بتقول 480 فيهم 40، يعني 10% تقريبا، اقل من 10%. دول اللي فعلا عندهم بلاتفورمز حقيقيه بتعمل اللي المطلوب من البلاتفورم يعمله. خلاص احنا بقى بنقعد ندرس البلاتفورم المفروض يعمل ايه ويديك امكانيات ايه كمبرمج عشان تحل بيه تشالنج شكلها ايه. نقعد ندرس الحكايه دي في ايه، يوم بنفهمك ده ايه، وبعدين نقعد نجرب 5 ايام ونديك بلاتفورم بتاع ماستر اوف سينجز تعمل بيه الابلكيشنز ونعلمك عليه وخلافه. وبالمناسبه عندنا اونلاين كورسز عاملها مع تكنولوجيا المعلومات بالتعاون معانا في ليرنينج بورتال اسمه مهاره تك. فهنا بقى دي الخطوه اللي بعد كده، لو حضرتك عايز تفهم تفاصيل اكتر وتتعلم اكتر قبل ما تتخرج، او انت اتخرجت وما كانش لك نصيب انك تدخل اي تي اي في الدبلومه بتاعت 9 شهور ولا 3 شهور، اذا كنت لسه ما اتخرجتش اعمل حسابك على الدبلومه دي ان شاء الله لو انت ناوي تعرف اي او تي وتشتغل فيها وتتخصص فيها، عشان الاي او تي دي طبعا هي اكيد المستقبل اللي حضرتك متوقع كده يعني. مش فيش احتياج اقول لك ان ال 20 30 سنه اللي جايين هم ال 20 30 سنه بتوع الاي او تي، زي ما ال 20 30 سنه اللي فاتوا كانوا بتوع الانترنت. حضرتك طبعا من الجيل اللي اتولد لها الانترنت، ف ال 20 30 سنه اللي فاتوا كانوا بتوع الانترنت وتطورها، ال 20 30 سنه اللي جايين بتوع الاي او تي وتطورها، وطبعا الاي اي برضه. فلو انت ناوي تتخصص بقى في الاي او تي يعني بعيدا عن الاي اي، عندك يا الاي او تي يا الاي اي يعني، خلاص لو انت ناوي تتخصص في الاي او تي يبقى this is the right choice for you.
النهارده ممكن تعمل ايه لو انت ما كنتش دخلت الاي او تي تراك، او ما سنك عدى المطلوب، او انت تاريخ تخرجك قدم، او ما لكش ما اتقبلتش عندك مهاره تيك دوت جاف دوت اي جي عليه اي او تي كاريكولوم، فيها النهارده 3 كورسز، بعد اسبوعين هتلاقيهم بقى 4، بعد شهر هتلاقيهم بقى 5، لغايه ما نحط الدبلومه دي كلها اللي بتتاخد في 3 شهور هنحطها كلها هنا جوه المهاره تك. الكورسات دي معموله فيري بروفيشنالي، مبذول فيها مجهود كبير جدا تكنيكالي واونلاين اديوكيشن، اللي بيعملوها متخصصين في الاونلاين اديوكيشن، اللي بيعملوها خريجين الاي تي اي تراك بتاعه الاونلاين اديوكيشن، معيدينهم هم اللي بيعملوا الاونلاين كورسز دي. فهنا اتس فيري باورفول. حضرتك لو دخلت بس بصيت عليه هتلاقي الكورسز دي اللي خدها ودرسها من مصر والميدل ايست وهنود وامريكان وفرنسويين، احنا بنتكلم في 30,000 سيرتيفيكت ايشود لناس من دول العالم المختلفين في البورتال بتاع الاونلاين كورسز بتاعت الاي او تي بتاعت مهاره تك. ما فيش زيها في اي اونلاين بورتال تاني بصرف النظر عن اسمه كبير قد ايه. يوداسيتي، كورسيرا، العالم دي كلها لما بتقول اي او تي بتتكلم عن امبيدد سيستمز كورسز، احنا بنتكلم عن اي او تي اللي انا بحكيها لك دي، اللي انا لخصتها لك بسرعه بالترندز بتاعتها بسرعه، هي دي بقى الكورسز المتخصصه في الاي او تي، مفيش غيرها في العالم بالحجم اللي محطوط ده. بيجي لنا الليرنرز بتوعها، بيجوا الناس بتقعد تسمع الكورسز اللي معموله بالعربي ويقروا السبتايتلز اللي احنا حطيناها لهم بالانجلش، وهم هنود او هم فرنسويين او هم المان، عشان بنقول معلومات ما حدش بيقولها، المعلومات دي ما حدش بيعرفها غيرنا يعني، لا بتوع الاي او تي بلاتفورمز ال 30 40 دول عارفينها، بس ما بيعملوهاش في كورسز كده معلنه للعامه يعني. خلاص احنا واخدين التشالنج دي على نفسنا، ان the more the people will learn هيبان المدعين من اللي بيفهموا، وتصفصف بقى على اللي بيفهموا، عشان كده احنا ايه ماشيين في التراك ده مع الدولة، مع وزارة الاتصالات في الاي او تي لابس. ان شاء الله كل سنة هيبقى فيه 2-3 لابس زيادة. الاي او تي لابس دي انا قلت لكم بيجي لنا عليها بعثات دبلوماسية بتيجي عشان تتفرج على اللابس دي وتشوف الكاريكولم اللي فيها. الحاجات دي موجودة في مهارة تك، you can go and learn it self learning في مهارة تك، please do this. عندك طبعا الفيسبوك بيج بتاعتنا في ماستر اوف سينس، facebook.com/masterofsings، هتلاقي فيها معلومات. عندنا لينكد ان جروبس، عندنا برضو بنبوست فيها معلومات تعليميه فروم تايم تو تايم، بنتارجت فيها الحقيقه اكتر الجراديوتس بتوع الدبلومه الثلاث شهور او 9 شهور، او الاندر جراديوتس اللي خدوا معانا سمر تريننج. بنعمل سمر تريننج في فروع اي تي اي المختلفه، الست فروع في الجمهوريه بنعمل فيهم سمر تريننج 1 ويك، بنقول لك ملخص الحكايه في 1 ويك، إذا عجبتك بنقول لك تعالى الثلاث أشهر السنة الجاية أو التسعة أشهر السنة الجاية بعد ما تتخرج. فبندي لك ملخص عظيم جدا في براكتس وهاندز أون، وتمسك الديفايسز وتجرب وتعمل تنفذ سولوشنز بنفسك على وايرلس تكنولوجيز مختلفة في 1 ويك. لو أنت أندر جراديويت ما بين سنة ثالثة وسنة رابعة بنعمله في كل فروع أي تي أي في الجمهورية اللي فيهم أي أو تي لابس. طب واللي ما فيهمش بنعمل فيه السمر تريننج 3 ايام ويومين، بنقول لك تعالى بقى سافر احضر في لاب قريب من البلد اللي انت فيه. خلاص دلوقتي بقى اتس تايم فور كويستشنز، اللي عنده اي اسئله متحوجه. احنا ميعادنا من 7 ل 9، دلوقتي الساعه 9:05، خدت منكم 5 دقائق زياده. اشكركم على حسن استماعكم، ولو عندكم اي اسئله انا تحت امركم. حد عنده أي أسئلة؟ لا ما فيش أسئلة. كل الكلام الحلو اللي أنا قلته ده وما حدش عنده أسئلة. كل الكلام الصعب اللي أنا قلته ده وما حدش عنده أسئلة. هو في حد معانا في اللايف ولا ما فيش؟ لحسن ما يكونش في حد في اللايف. لا موجودين. طيب طيب أشكركم تاني على حسن الاستماع. لا موجودين. هرجع تاني للwhere to go from here، go from مهارة tech.gov.eg الـ IoT courses بتاعتنا. طيب
جو فور فيسبوك بيج بتاعتنا، جو فور لينكد ان جروب اسمها ماستر اوف ثينجز اي او تي الوميناي، اي او تي اي اي بي الوميناي، يو ار فيري ويلكم تو جوين. طبعا عندنا يعني حتت فيها هندردز اوف سبسكرايبرز وحتت ثانيه فيها ثاوزندز اوف سبسكرايبرز. يو ار فيري ماتش ويلكم تو جوين تو فولو اب، تبقى متابع معانا واتس نيو دايما، كنت في فيها ليرنينج ماتيريالز ومعلومات. اشكركم تاني على حسن استماعكم، ننهي السيشن.